التارجت بتاعه اللي هو اسمه ايه بيزمنت ممبرين زون. الحته اللي اسمها بيزمنت ممبرين زون دي او بيسموها بصوا ليه اكتر من اسم هي بيزمنت ممبرين زون صح بيسموها احيانا ديرمو ابيديرمال جانكشن. ليه؟ لان هي جانكشن بين الدرمس تحت والابيديرمس فوق صح كده. طيب هل انا في الميكروسكوب لما اعمل ميكروسكوب عادي اشوفها ولا ما اشوفهاش؟ هل بنشوف البيزمنت ممبرين؟ احنا ما بنشوفهاش، احنا بنشوف بس مكانها. يعني انا بتخيل مكانها في ديرمال بابيلا طالعه وريتال ايدج نادله فبتخيل ان ده مكانها. امال انت شوف البيزمنت ممبرين بالميكروسكوب العادي العادي انت ايوه صح. لا قصدي في الميكروسكوب العادي بدون فلوريسنس ولا حاجه لو صبغتها صبغه خاصه زي ما قال. ايه الصبغه الخاصه بتاعت الديرمال بيديرمال جانكشن؟ خدناها في البيزك الناس اللي حضروا معايا بيزك البي اي اس اسمها ايه؟ يبقى نعرف من دلوقتي الصبغه بتاعت الديرمو ديرمال جانكشن اسمها ايه؟ بس برضه ما بشوفهاش الا لما تكون سكند. كمان سكند سكند في امراض زي ايه؟ ايه اشهر مرض بيبقى الديرمو ديرمال جانكشن سكند؟ ها يعني انت قربتي بس مش ال ال اي اللوبس ارثيماتوزس بيبقى البيزمنت ميمبرين سكند. فبالتالي اللايت مايكروسكوب مش هيفيدني قوي في في التركيبه. امال هو بنستفيده ازاي بقى؟ بنعرف تركيبته بقى الميكروسكوب الميكروسكوب الالكترون. خدوا بالكم من التركيب لان التركيب ده مهم جدا جدا. البيزمنت ميمبرين له خريطه كده، ايه الخريطه بتاعته؟ هو احنا شايفينه خط كده صح؟ لكن قال لك لا خد بالك ده هو مش خط، ده هو طبقات. يعني ايه هيطلع كام طبقه؟ بصوا يبقى اول حاجه فيه ليرز. في ايه؟ ليرز. هما كام لير؟ اربعه. يعني الخط ده اللي انا بشوفه كده لما ابدا اكبره تحت الميكروسكوب الالكتروني هيبان لي كده 1 2 3 4 اربع ايه؟ اربع طبقات صح؟ كل طبقه بقى يتطرح انها مكونه من حاجات ليها كومبوننت. يعني بقى اللايرز كل لير له ايه؟ كومبوننت مكونات. مش كده وبس بقى كل مكون فيه بقى ايه؟ تارجت انتيجن. في تارجت ايه؟ انتيجنز. ماشي؟ يعني انا ايه؟ لير كل لير بتتكون من حاجه صح؟ وكل حاجه لها اسم طبعا اسمها الشيء الفلاني زي ما هنقول دلوقتي. الاسم ده فيه انتيجنز زي الديزموزوم كان فيه ايه؟ ديزموبلايين ومش عارف ايه ده برضه بيبقى فيه انتيجنز اسمها كذا وكذا وكذا خلاص؟ يبقى انا وانا بذاكره كده بالراحه بمخي لازم اذاكره على كام مستوى؟ على ثلاث مستويات. اول حاجه اسال نفسي يا ترى ايه اللير بتاعته؟ ايه اللير بتاعته؟ كذا كذا كذا. كل لير فيها ايه؟ كذا كذا كذا. طب كل حاجه من دول بتتكون من ايه كانتيجين؟ ماشي؟ عشان افهمه كويس. الموضوع عامل زي ايه؟ زي الفطيره ولا زي الرقاق اللي في البيت ولا زي اي حاجه من الحاجات دي صح؟ مش هو بيبقى طبقات كل طبقه بيبقى فيها حاجات فيها لحمه مفرومه مثلا ولا فيها معرفش ايه. وكل حاجة من دول فيها مكون أو فيها حاجة يعني خاصة بيها مش كده؟ فاحنا نفهمه بالطريقة البسيطة دي كده إن هو طبقات صح؟ كام طبقة؟ أربعة مثلا ولا خمسة. كل طبقة فيها إيه؟ والله فيها لحمة وفيها مش عارف جبنة ولا فيها أي حاجة يعني صح؟ طب واللحمة دي يعني عبارة عن إيه؟ عبارة عن بروتين صح كده؟ طب والجبنة عبارة عن إيه؟ عبارة عن كربوهيدرات خلاص؟ وفيها بروتينات وهكذا يعني يبقى أنا أفكر فيها بالطريقة دي خلاص؟ طيب تعال نشوفهم. اول مستوى للتفكير قلنا ايه يا صلاح؟ اول مستوى لايرز اهو. تعال نشوف قلنا هو كام طبقه؟ بصوا المنظر انا ببص فوق كان ايبيديرمس وتحت كان ايه؟ فاول طبقه ايه الخليه اللي انا شايف جزء منها؟ تتخيلوا دي البيزل كيراتينوسايت اللي هي كانت عامله كولا اوف سيلز كده. دي البيزل بس مش كلها، ده اللور بارت بتاعها يعني صح؟ اللور بارت بتاعها صح كده؟ طب ايه اللي جواه اللي هو ده بنفسجي ده؟ هيمديزموزوم. ده هيمديزموزوم. انا متعود ان كل خليه فيها هيمديزموزوم من هنا وهيمديزموزوم من هنا فيعملوا ديزموزوم مع بعض. امال هنا في البيزل ليه هيمديزموزوم بس؟ مفيش خليه من تحت، مفيش خليه قصادها تجيب هيمديزموزوم. فهو هيمديزموزوم بس كده. طيب وين الحاجات اللي واقفه دي؟ دي حاجه اسمها كيراتين، اسمها ايه؟ كيراتين انترميديت فيلمنت. ايه حكايه الكيراتين انترميديت فيلمنت دي؟
عامله زي ايه؟ زي السكيلتون بتاع الخليه. يعني احنا بنسال نفسنا دايما البيزل سيل شكلها ايه؟ كولامنر، والبريكل سيل بوليجونال، ومش عارف اللي فوق سبيندل شيب. ليه الخليه واخده شكل كده معين مع ان هي فيها فلويد والسيتوبلازم بتاعها ده ليبيد فلويد؟ ليه؟ ليه الخليه كلها فلويد وعلى الرغم من كده بتحتفظ بشكل؟ المفروض كانت تاخد اي شكل وخلاص، والواحد لما كان ينام كده ولا كده شكلها يتغير، تتفعص ولا حاجه، صح؟ لكن هو كل خليه ليها شكل، ان جواها سكيلتون، جواها ايه؟ زي المبنى، المبنى بيبقى مدور عشان السكيلتون بتاعه معمول مدور، ومربع عشان السكيلتون بتاعه ايه؟ مربع. فهو في اعمده كده خرسانيه بتخلي المبنى ياخد شكله، صح؟ هنا برضو الخليه ربنا خلق لها اعمده كده بتديها الشكل بتاعها حسب شكلها. الأعمدة دي بيسموها ايه؟ سايتو سكيلتون. بيسموها ايه؟ سايتو ايه؟ سكيلتون. خلاص، يعني الهيكل بتاع ايه؟ بتاع الخلية. المهم ايا كان، يعني الكلام ده اللي هنحكيها بطريقة التفصيل، هو يقول لك اول لير هي البيزل ايه؟ بيزل مين؟ البيزل كيراتينوسايت، او يعني مش كلها، اللور بارت بتاعها، صح كده؟ طيب واللير الثانية، قال لك بص لما بص تحت الميكروسكوب الالكتروني لقوا لير فاتحة ولير غامقة. هي طبعا فيها ستراكشر وحاجات، بس دي بتبان نسبيا افتح من دي، فبيسموها لامينا لوسيدا. لامينا ايه؟ كلمة لوسيدا دي يعني فاتح. طب ودي لامينا ايه؟ وتحتها هيبقى صاب لامينا دنس، تحت يبقى اسمها ايه؟ يبقى انا عندي كام طبقة؟ أربعة. أول طبقة مين؟ بص الحتة اللي أنا بعلم عليها دي، هي دي ايه؟ اللور بارت بتاع البيزر ايه؟ كيراتينوسايت، صح؟ طب والحته اللي بعدها؟ لامينا لوسيدا يعني لوسنت، يعني ايه؟ فاتحه، مش كده؟ تبان في الميكروسكوب الالكتروني لونها فاتح. طب وبعدها مين؟ اهو الحته دي اسمها لامينا ايه؟ وبعد اللامينا دنسة ايه؟ صح؟ يبقى انا عندي كام؟ اربعه. كده انا عرفت الطبقات بتوعي، صح؟ عايز اعرف بعد كده ايه؟ المكونات بتاعت كل طبقه، بتاعت كل ايه؟ لير. يعني تعالوا نشوف اول لير. اول لير دي قلنا تتكون من كام حاجه؟ انا قلتهم من شويه، ايه هما؟ ايه الحاجات دي؟ بصوا مش مشكله دلوقتي نقرا وكل حاجه. كيراتين انترميديت فيلم، ده السيتوسكيلت اللي شايلها ومديها شكلها. وايه ده؟ وايه ده؟ ايه البلازما؟ يعني البلازما ميمبرين بتاع الخليه، الغشاء الخلوي. خدوا بالكم، بلازما ميمبرين غير كلمه بيزنس ميمبرين، صح؟ البلازما ميمبرين ده ايه؟ ده بتاع السيل بس. امال البيزنس ميمبرين ده كل الغصه اللي انا عمال احكي فيها دي، صح؟ يبقى اول طبقه لما اجي افسرها اكتر اللي هي بتتكون من كام؟ ايه هما بقى الثلاثه؟ بصوا وقولوا مفيش مشكله. الكيراتين انترميديت فيلمنت، هيميديزموزوم، يعني من فوق لتحت كده، ده نايم على ده، ده نايم على ده، صح كده؟ ما هو البيزمنت ممبرين ده البلازما ممبرين نايم عليه الهيميديزموزوم، والسيتوسكيلتون ده مزروع جواه كده، صح؟ زي الاعمده الخرسانيه بيبقى ليها قاعده من تحت كبيره في الاول، صح؟ عشان تبقى عليها. نفس الكلام بالظبط، نفس الموضوع، هو خلقة ربنا نفس الكلام. السيتوسكيلتون لازم يبقى ثابت كده، ماشي؟ طيب الطبقة التانية اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه الطبقة التانية؟ دي خلاص أول طبقة عرفناها بالتلاتة بتوعها. الطبقة التانية بقى اسمها ايه؟ لامينا لوسيدا. اللامينا لوسيدا تتكون من حاجات اسمها ايه؟ ده الشراشيب كده نازلة. اسمها ايه الشراشيب دي؟ بيسموها انكورينج فيلمنت. انكورينج ايه؟ فيلمنت. انكورينج ليه؟ ليه سموها انكورينج؟ ايه؟ انكر يعني بيثبت، او انكر اللي هو الهلب بتاع السفينه، يعني بتثبت حاجه في حاجه. هي بتثبت ايه؟ بتثبت الهيليوم. ايوه، لا شوف انت كلامك مظبوط بس ليه كلامها ادق. بتثبت الهيليوم في اللامينا دنس. احنا دلوقتي ما بقولناش بنقول بيزمت ميمبرين كلمه واحده كده وخلاص، ده احنا بنشوف الطبقات بتاعته بالظبط، صح؟ فدلوقتي الهيليوم حصل له انكرنج اللامينا دنس عن طريق ايه؟ انكورينج فيلم. يبقى الطبقه الثانيه اللي اسمها ايه؟ فيها ايه؟ حلو قوي. طب امال الطبقه الثالثه؟ الطبقه الثالثه اسمها ايه؟ لامينا
لامينة دنسة دي طبقة مصمتة، يعني قصدي ايه دارك شوية، فهي دي حتى تعتبر هي البيزمنت ممبرين نفسه، يعني هي حتى بيسموها بيزمنت ممبرين ايه بروبر، يعني ايه هي دي البيزمنت ممبرين اتسلف، هي اللي واخدة المين بالك بتاعه. ما فيهاش مكونات داخلية، فيها شوية حاجات بس مش عليكم اقولهم كمان شوية، بس كمكونات كده ما فيش. يبقى دي اسمها ايه؟ طيب وبعدين الطبقة اللي بعد كده اسمها ايه؟ الحتة دي كلها الصب لامينة دنسة ملاحظين هي بتتكون من ايه؟ مين يقول لي احنا ملاحظين تتكون من ايه؟ انا مش عايز اسماء، غلط الاشكال اوصف اللي شايفه. في حاجات زي فوق بس ادخن ولا ارفع؟ ادخن، خدوا بالكم هي قالت زي اللي فوق بعدين قلت لها لا دي ادخن شوية، فبيسموها انكورنج برضو زي اللي فوق بس انكورنج فايبرز ماشي او فايبرز، لان كلمة فايبر اكبر من ايه؟ فيلم. فالانكورنج فايبر بتعمل ايه؟ حاجة من اتنين، شايفين بتلف كده تعلق حاجة مش بتعلق حاجة وترجع تاني، او تنزل تحت تمسك في حاجة. هنا بقى يعني انا السلوك بتاعها انها ممكن تعلق حاجة كده زي الخطاف شايفين وتلف تمسك تاني في اللامينة دنسة. ايه الحاجة اللي بتعلقها دي؟ عارفين ده الكولاجين واحد وثلاثة اللي هو موجود في البابيلاري ايه ديرم، مش احنا قلنا الديرمس ده عبارة عن كولاجين؟ البابيلاري ديرمس اللي فوق هتلاقي فيه كولاجين واحد وثلاثة، الكولاجين ده بيسموه انترستيشيال ايه كولاجين، بيسموه ايه؟ طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا ايه؟ انترستيشيال كولاجين، انترستيشيال كولاجين هو اصل الكولاجين ده انواع وليها ارقام وكده، بس ايا كان ده الكولاجين بتاع ايه؟ بتاع الديرمس. معنى كده ايه؟ مين يقول؟ ايه معنى كده؟ ان انا كده وصلت للديرمس اهو ونجحت ان انا اوصل للديرمس. يبقى هنا بقى هو بصوا عمل ايه؟ لما نبدا من الاول الكيراتين انترميديت فيلمنت دي بتاعت الايه؟ البيزل كيراتينوسايت اللي هي بتاعت ايه؟ اللي بديرمس صح؟ طب والكولاجين ده بتاع ايه؟ مش انا هتوصل الاثنين ببعض؟ فهو اتوصلوا بقى ان ده شبك في مين؟ والهيمدسموزوم شبك في مين؟ فيلمنت، والفيلمنت شبكت في مين؟ واللامينة دنسة طلع منها ايه؟ راحت معلقه مين؟ كولاجين. اه يبقى انا كده عملت سلسله ماسكال الابيديرمس بمين؟ دي فكره الديرمو ابيديرما جنكشن، ان انا عندي كونكشن قوي يا اماني بين الابيديرمس والديرمس عن طريق سلسله، عامله زي السلسله كده صح؟ السلسله دي فيها حلقات 1 2 3 وفي حاجات هنا 4 5 6 وهكذا. لو اي حلقه من دول باظت يحصل ايه؟ كده 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 الابيديرمس هيفك عن الديرمس، كده كده هيبان البليستر تحت الميكروسكوب العادي صب ابيديرمال خلاص. امال ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق؟ الفرق في الليفل، اصل هي لو الحلقه اتكسرت فوق هنا هعمل واحده صب ابيديرمال بس فوق شويه، طب لو هنا هتبقى تحت دي. يعني انا دلوقتي عايز بس اكبر دماغي ان انا تحت الميكروسكوب العادي هلاقي كلهم صب ابيديرمال بليستر صح؟ امال ايه الفرق بقى؟ في الليفل على حسب الحاجه اللي باظت، اصل اي حاجه تبوظ ما كلهم في الاخر هيدوا نفس النتيجه ان الابيديرمس اتفك عليه، بس هو فصل فين؟ فصل قريب من الابيديرمس ولا فصل بعيد قوي عن الابيديرمس؟ بس الكلام ده مهم لان ده اللي هيفرق لي مرض عن التاني، لان اللي هيفرق مرض عن التاني في السته مين؟ التارجت في دول هياخد انهي واحده من دول خلاص؟ طب بصوا هو احيانا بيلف ويشبط في الكولاجين كده ويروح راجع تاني، احيانا ما يشبطش وانما يعمل ايه؟ مش هو اسمه انكورنج فايبرين؟ يمسك في حاجه اسمها انكورنج ايه؟ بلاك. انكورنج ايه؟ الانكورنج بلاك دي حاجه موجوده في الديرمس، فبرضه كانه كده مسك في الديرمس برضه تمام؟ يبقى احنا كده فهمنا الكومبوننت بتاع كل واحده تمام كده؟ طيب ده الكولاجين، ده الكولاجين ده اللي عمل زي الكابل كده بتاع التليفونات كده، ده الكولاج. ايه مستر في صور الدم مكانين اللوسيدا واللي تحت الدنس صح؟ في ايه؟ ده صحيح، ده صحيح. ليه؟ لاني انا هرجع الكلام ده هقوله دلوقتي يا صلاح، بس دي ما بيحصلش فيها اسبريت، هقول الكلام ده بس انت شاطر يعني. احنا قلنا في الاول ايه؟ هندرسه ازاي؟ ليرز 4 كومبوننت في كل لير صح؟ باجي في الاخر اسال نفسي ايه الانتيجين بتاعت الكومبوننت دي؟ يعني الانكورنج فيلمنت دي فيها انتيجين ايه؟
اللي مش عارف ده فيه يعني صح كده. هنيجي نرجع تاني، احنا قلنا ده اسمه ايه؟ حاول تحفظوه معايا، كيراتين انترميديت فيلمنت صح؟ الكيراتين انترميديت فيلمنت اهو ده شكل ايه بقى الانتجن اللي فيه؟ قال لك الانتجن اللي فيه كيراتين 5 ده يتحفظ بقى، وكيراتين ايه؟ 14. في نوعين من الكيراتين اسمهم 5 و14، فدول بقى الانتجن اللي يروح لهم ايه؟ يروح لهم الانتي بودي خلاص؟ طيب امال ايه الحته دي؟ بصوا الهيمودزموزوم فيها كورتين صح؟ كره برتقالي اسمها ايه؟ بلكتين. يبقى انا عندي انتجن اسمه بلكتين، ده موجود فين؟ طب وفي انتجن تاني اسمه ايه؟ بولاس لينفوكويد. بيبيد اختصار بولاس لينفوكويد انتجن 1. يعني ايه بولاس لينفوكويد انتجن 1؟ اول واحد من جماعه الانتجنز هو ممثلين بتوع ايه بقى؟ اصل في مرض اسمه بولاد لينفوكويد هناخده دلوقتي. البولاد لينفوكويد ده مرض واحد بس له 2 انتيجن فبيسموهم 1 و 2. ف 1 ده يبقى الانتيجن رقم 1 بتاع البولاد لينفوكويد. 230 ولا 100؟ هو 230 ماشي. يبقى بولاد لينفوكويد انتيجن ايه؟ 1. بولاد لينفوكويد انتيجن 1. يعني هو في انتيجن اسمه مش في مرض اسمه بولاد لينفوكويد؟ احنا لسه هناخدهم واحده واحده، اصل الامراض دول 6. اول واحد فيهم واشهر واحد زي البنفيجاز بلجاريس هناك اسمه بولاس ايه؟ فالبولاس منتجويد ده له 2 انتيجين 1 و 2. ف 1 هنا اهو. طب فين 2؟ اهو. عامل زي ايه 2 ده؟ عامل زي ايه؟ 1 و 2 عامل زي العكاز او حرف الجي. بص بقى عامل ازاي؟ هو ماسك منين؟ الهيد بتاعته فين؟ في الهيمودزموزوم. بعدين اخترق ايه؟ ودخل على الطبقه اللي اسمها ايه؟ ولما دخل على اللامينا الوسطى وصل لغايه مين؟ ولف ورجع تاني. هو عمل كده ليه؟ لانه لازم يشبك في حاجه عشان السلسله ايه؟ تكتمل، ما ينفعش يساب كده. هو مسك في ناحيه في البولاد لينفوكويد انتيجين او في الهيمودزموزوم بشكل عام، فكده بقى ماسك في الابيديرمس اهو، والناحيه الثانيه مسك في مين؟ في الدلسا، والدلسا تمسك في حاجه ثانيه وهكذا، ما ينفعش حد يبقى لوحده كده. يعني انتوا شايفين كده الحاجات الثانيه كله شابك في بعضه، لازم يبقى ايه؟ تبقى سلسله. طيب يبقى انا هنا في اللامينا لوسيدا عندي مين؟ البولاد لينفوكويد انتيجين ايه؟ تايب 2. وفي حاجتين كده اسمهم ايه؟ اسمهم انتجرينز. اسمهم ايه؟ انتجرينز. اسمهم ايه؟ الانتجرينز نوعين، في الفا 6 وفي بيتا ايه؟ 4. في الفا 6 وفي ايه؟ ماشي. طيب وبعدين دخلنا على ايه؟ اللامينا دنسا فيها حاجه مهمه كده زي الكروس اسمها لامينين. اسمها ايه؟ اسمها لامينين. اللامينين ده له اسامي كتيره، ممكن لامينين 5 او لامينين 3 3 لامينين 3 3 زي 5 ماشي. يبقى هنا في ايه؟ لامينين. وده اللامينا مين؟ دنس. طب دخلنا تحت بقى عندي ده اسمه ايه ده؟ الانكورينج فايبرين. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كولاجين مشهور قوي رقم كام ده؟ 7. خلاص؟ يبقى بعد الانتجرين عندي اللامينين 5 صح؟ وبعدين عندي كولاجين ايه؟ 7. دول كام دول؟ دول 9. خلاص؟ دول بقى لازم يبقوا معروفين كويس، معروف مكانهم، معروف شكلهم، كل حاجه. ليه؟ لان السؤال المهم جدا اللي بيجي هو تركيبه ايه؟ البيزمنت ممبرين زون. احنا بس نبقى مرتبينها في دماغنا لير، وكل لير فيه كومبوننت، وكل كومبوننت فيه ايه؟ انتجين بتاعه. يلا نراجعهم تاني بسرعه عشان دي اخر مره. كل واحد هيقول محدش يتكلم خالص، هاخدها بالترتيب. هم 4 لير، ايه اول لير؟ اللي هي اللور بارت اوف بيزل كيراتينوسايت. شكرا. تتكون من ايه اللور بارت اوف بيزل كيراتينوسايت؟ لا لا قولي بس التركيب بس. لا لا قصدي اول لير بس.
وفوق الكرياتين. حلو قوي. الكرياتين انترميديت فيلمنت دي ايه الانتيجين اللي فيها؟ كرياتين 5 وكرياتين 14. والهيماديزموزوم ايه الانتيجين اللي فيه؟ شيماء. وان وبس كده. طب الهيماديزموزوم نفسه قلنا بيتكون من الحاجتين دول، البلازما ميمبرين ما فيهوش حاجه مش كده. طب اللير رقم 2 بقى كده، لير 1 خلصت كلير ككومبوننت كانتيجين، لير 2 اسمها ايه؟ حلوه قوي. ليه سموها لامينا لوسي ده؟ هي مش شفافه قوي، بتبان فاتحه يعني في الميكروسكوب الالكتروني. ايه المكونات بتاعتها شيماء؟ مكونها لا اسمه ايه المكون؟ طب فاكره شكلها ايه ولا كانت عامله ايه؟ دكتور صلاح. شكرا. لا هو اديله هو ده. مش مشكله. مش عايز اللاب شغال بتاعك؟ شغال الحمد لله. لو عايز التاني اتفضل. ربنا يخليك شكرا. ايوه فيلمات صح، الشراشيب دي اللي كانت نازله ماسكه الايه؟ ما تنسيها شكلها حلو وتفتكريه بس صح؟ انكورنج ايه؟ فيلمنت. الانكورنج فيلمنت دي ايه الانتيجين اللي فيها؟ فيها اللي هو الانتجرين الفا 6 والانتجرين بيتا 4 وفيها اللي هو الكروموسوم الفوقي انتيجين 2. حلو قوي. طب بعد كده اللامينا ايه؟ اللامينا دينسا دي اسمها ايه؟ الاسم الثاني بتاعها ايه؟ لان هي دي الحته الاساسيه. نوع الكولاجين اللي فيها كولاجين كام؟ هي فيها تارجت، فيها انتيجين اسمه لامينين 5 والكولاجين بتاعها اللي عامله اسمه كولاجين كام؟ 4. مش مهم. الطبقه اللي بعد كده ايه؟ حلو. تتكون من حلو قوي انكورنج كفايك انكورنج فايبر دي تتكون من ايه؟ انهي نوع الانتيجين اللي فيها ايه؟ كولاجين كام؟ بص عليه بص عليه مش مشكلة. كولاجين 7. امال ايه 1 و 3 ده؟ ده الكولاجين نفسه بتاع الدرب بس اللي هو الانترستيشال ايه كولاجين. ايه بقى الكومبوننت بتاعت اللامينا سب لامينا دنسا؟ باقي الكومبوننت بتاعتها احنا قلنا انكورنج ايه؟ انكورنج فايبرلز مش فيلمنت وانترستيشال كولاجينج وايه؟ الاستين. ايه انا ما قلتش الاستين. انكورنج ايه؟ انكورنج بلاك. يعني مش احنا قلنا ممكن يلف ويشبط تاني في الدنسة او يشبط في حاجه اسمها انكورنج بلاك؟ خلاص كده؟ في اي مشكله في تركيبه اللاير دي؟ الزرقاء دي اسمها البلاك. ولا اللاستين ده تبع ايه طيب؟ اللاستين مكتوب هنا؟ فين؟ لا ده في الديرمس، حاجه في الديرمس. ما هو الديرمس مليان، هو مش مشاور على حاجه من دول. ما هو الديرمس فيه حاجات كتيره. ماشي ده مش مشاور على حاجه، ده في الديرمس. الكلام ده مهم ليه؟ ليه مهم؟ لاني لسببين. في سبب نظري ان ده بيجي سؤال في الامتحان كده اكتر من مره، الاستراكشر والانتيجينيك استراكشر بتاع الديرما وديرما نقش. فاحنا مش هنقعد نلت وناجن كتير، احنا نكتبها له كده بالتفصيله دي، اللير الفلانيه الكومبوننت بتاعها التارجت بتاعها على هيئه جدول كده، تبقى موضوع سهل جدا صح وخلاص، مفيش كلام كتير يعني. طيب مهم تاني بقى ليه؟ عشان نفهم الامراض. ان انا لما يجي لي اي مرض لو اعرف التارجت بتاعه فين وانا عارف الخريطه دي هقدر اتكلم عنه ايه اللي حصل فيه وهيعمل سكار ولا مش هيعمل والكلام ده صح كده؟ ماشي؟ طيب قبل ما اخش في الامراض احنا بنقول ايه تركيبه البيزمنت ميمبرين صح؟ هو يعني ايه بيزمنت ميمبرين؟ اصلا يعني من البدايه يعني ايه كلمه بيزمنت ميمبرين؟ لا ده كلام بشكل عام، يعني عايز كلمه بشكل عام. تعريف البيزمنت ميمبرين في الهيستولوجي يعني ايه؟ يعني حاجه الخلايا بتترص عليهم. بتترص عليهم زي الصينيه يعني. بيسبب الخلايا ايه؟ بيسبب الخلايا. هو
بلازمت ممبرين في الهيستولوجي هو حاجة بتفصل بين نوعين من التيشوز أو نوعين من الخلايا. يعني أنا دلوقتي عندي الإبيديرمس فوق ده إيبيثيليوم نايم على بلازمت ممبرين صح؟ ده ما خدنا زمان من تعريف الإيبيثيليوم إن هو خلايا لازقة ببعض ونايمة على بلازمت ممبرين. طب إيه اللي تحت منه؟ الديرمس ده تيشو تاني خالص اسمه كونكتيف إيه؟ لما أجي كل تيشوز يفصلوا عن بعض لازم يكون في بلازمت إيه؟ فالبيزمنت ممبرين دي حاجه بتفصل بين تو تايبس اوف ايه اوف تيشوز. طب البلاد فيزل نفسه مش فيه انتما وميديا وادنتيشن؟ الانتما من جوه عباره عن ايه؟ اندوثيليال سيلز. طب اندوثيليال سيل دي هتلاقي قبلها قبل الميديا لازم يكون فيه بيزمنت ممبرين. بيزمنت ممبرين ليه؟ عشان يفصل بين التيشو ده والتيشو ده خلاص. فالبيزمنت ممبرين كلمه عامه كده هو اي فاصل بين تو تايبس اوف ايه اوف تيشو. طيب ده سؤال، ايه وظيفة البيزمنت ممبرين؟ الناس تفكر كده، يعني ايه وظيفة البيزمنت ممبرين؟ يعني ترتيب الخلايا ماشي، يعني هو بيقول لك ده يعتبر زي تمبلت كده او قاعدة كده بتترص عليها وتاخد شكلها. ايه تاني وظايفه؟ يعني هو ممكن يعتبر بارير، يعني يمنع حاجات تطلع وحاجات تدخل او يسمح بحاجات تطلع وحاجات تدخل، فلو بارير فانكشن. ها ايه تاني؟ مين يفكر؟ حد يفكر في حاجه؟ لا، هو الستيم سيل مش فيه، هو ده عليه. وانما هو لو حصل وند، لو حصل وند هو اول حته بيحصل لها هيلينج وبعدين الباقي يبني عليه، فبيسموه زي تمبلت او سبستريت للوند هيلينج. يعني في الوند هيلينج خدته زمان في الباثولوجي، اول حاجه بتحصل لها ريجنريشن هو البيزمنت ممبرين عشان الباقي يترص عليه. ايه كمان من وظايفه؟ ان في الامبريولوجي، في الامبريوجينيسيس، الخلايا وهي بتتكون بتمشي بتتزحلق عليهم خلاص. دي وظايف كتيره. طيب البيزمنت ممبرين يا ترى جاي من اكتوديرمال ولا اندوديرمال ولا ميزوديرمال؟ هو بص طول لما نيجي التكوين طول في حاجات داخله من الابيديرمس من البيزا كريتينوسايت وحاجات في الديرمس، فهو بيبقى لما في الامبريولوجي بيبقى دبل، في حاجات تيجي من اكتوديرم زيها زي الابيديرمس، حاجات تيجي من الميزوديرم مش اندو بقى ميزو، تيجي من الميزوديرم زيها زي ايه؟ النور طفى. زيها زي ايه؟ الدرمس. يبقى اكتو وميزو. اخر حته هنقولها قبل ما نخش في الموضوع. ماتريكس كتير تيريا كده بتاع ماتريكس لا ماتريكس ليها معاني كتير، بيه ان هو قصده دي شبكه او حاجه بتمشي عليها الخليه مايجريشن. انت دلوقتي في الامبريوجينيس شبكه. كنت عايز اقول ايه في السكين بقى؟ عندنا كام بيزمنت ممبرين؟ عندنا كام بيزمنت ممبرين في السكين يومنا؟ اللي هو فين مكانه فين يعني؟ حلو قوي. في بيزمنت ممبرين تاني في الجلد؟ لا في الجلد ولا مفيش؟ هل في بيزمنت ممبرين تاني في الجلد غير اللي هو الترموبيدرمال جنكشن؟ البلاد فيزل نفسه اللي في الدرمس حواليه بيزمنت ممبرين برضه، عشان كده ان شاء الله لما نعمل هيبوبريسس هنلاقي منور فوق وتحت، هنشوف دلوقتي الكلام ده. بس ما ننساش يعني ان انا عندي بيزمنت ممبرين في الجلد كمان اللي هو بتاع البلاد فيزل ده حته كده هنقولها. عايزين ناخد بالنا من حاجه، البيزمنت ممبرين في الجسم موجود في كل الجسم صح؟ يعني في البلادر في بيزمنت ممبرين وصح؟ اي اورجن فيه تو تايبس اوف تيشو بين الاندوثيليوم والكونكت تيشو هتلاقي فيه ايه؟ بيزمنت خلاص. طيب دلوقتي احنا هنبدا في الامراض بتاعتنا اللي هي عيال مين؟ عيال مين؟ اللي هم ست ايه؟ ست امراض. ست امراض.
طيب لما نيجي نتكلم على كل عيلة هنتكلم عنها ازاي؟ هنتكلم عنها من ناحية الكلينيكال بيكتشر صح؟ ولا ايه؟ وهنتكلم عنها من ناحية الهيستوباثولوجي، وهنتكلم عنها من حاجة اسمها اميونو ايه؟ فلوريسنس صح؟ وبعدين بقى في ديفرنشال دياجنوزيس وبروجنوزيس وتريتمنت صح؟ صح؟ طب لما احب اعرفهم كلهم الستة، لما احب اعمل لهم ديفينيشن في الاول الستة دول اي واحد منهم هنعرفه ازاي؟ نقول عليه ايه؟ ايوه ناقصه كلمه واحده بس اوتو اميون. ما هو البليسترنج مش احنا قلنا في الاول قد يكون له مليون سبب، يبقى اي مرض من الستة دول لما ييجوا هنقول عليه ده اوتو اميون سب ابيديرمال بليسترنج ديزيز صح كده؟ طيب لما احب اتكلم عن الباثوجينيسيس بتاعهم كلهم اقول ايه؟ ان في اوتو انتيبودي اجينست ايه؟ حلو بس دي كلمه عامه قوي يعني دلوقتي يبقى سيب نقط بس ده ضد كذا وده ضد كذا. يبقى انا دلوقتي القاعده اللي عاملها لنفسي قبل ما ابدا في الامراض السته الديفينيشن ثابت الباثوجينيسيس ان في اوتو انتيبودي اجينست تارجت معين في الديرمودرم اسمه ايه التارجت ده على حسب بقى المرض ماشي؟ كل واحد منهم هياخد حاجه او اكتر. طيب الكلينيكال بيكشر ايه؟ الكلينيكال بيكشر مين يتوقع الكلينيكال بيكشر؟ هتبقى في بولة يعني صح؟ فيزيكال وبولة او في بليستر يعني كلمه عامه كده. احنا خدنا اي بليستر لما اجي اوصفها المره اللي فاتت اوصفها ازاي؟ اسمعوني بقى هنقول هل هي بصي يا صلاح هل هي فلاسيد ولا تنس؟ بس اصبر عليا لما اخلص البيس بتاعها اون سكين نورمال ولا اريسيميتاس؟ ايه الكونتنت بتاعتها لما تهيل وذ سكار ولا لا؟ صح كده حجمها كبير ولا صغير؟ فاحنا لما كنا خدنا عيله البنفيجاس كلها كانت تتميز بايه يا دعاء؟ فلاسيد وصغيره وبتخف بدون سكار. طب انا هنا في السب ابيديرمال اتوقع كلهم يكونوا ايه؟ اول حاجه هيكونوا تنس. ليه؟ لان الابيديرمس كله حاميهم من فوق فالروف بتاعها تخين فما تفرقعش بايه؟ بسهوله فتبقى تنس. توصل حجم كبير ولا ما توصلش؟ توصل حجم كبير. وطبعا لما تهيل بسكار ولا لا؟ حلو قوي. هو جنرالي هتهيل بسكار قاعده بسيطه يعني ليه؟ لانها تحت. لكن هي قالت حته مهمه جدا الكلام ده كان ممكن نقبله زمان قبل ما ناخد الاستراكشر بتاع الديرمو ابيديرمال جنكشن، لكن دلوقتي انا عارف ان هو بادئ من اول البيزل كيراتينوسايت. طب افرض ضرب هو حته فوق قوي هيبقى سكار ايه؟ مينيمال. كل ما انزل لتحت يبقى انا دلوقتي هبقى اتعمق اكتر طبعا الدنيا النور قاطع افهم شويه ان انا بقول بشكل عام البنفيجاس ما فيهوش سكار لكن البنفيجويد فيه. بس الكلام ده كان زمان، دلوقتي انت فهمت ان في ايه؟ لايرز متعدده. فانا لو كنت فوق قوي يعني مثلا بولاس بنفيجويد انتيجين 1 ولا الكيراتين 5 14 طب ده فوق مينيمال او نو سكارينج، لكن لما انزل لكولاجين 7 تحت مثلا ده هيحصل سكارينج. يبقى دلوقتي الحته دي في كل مره بسال نفسي هو فين بالظبط فجاوب عليه بسهوله صح؟ طب ده الكلينيكال بيكشر خلص. الهيستوباثولوجي هيبقى ايه؟ يعني لما اخد عينه الاقي ايه؟ الاقي بكل بساطه سب ابيديرمال ايه؟ بليستر. فيلد ويز ايه؟ احنا قلنا الخليه العامه في هي ايزينوفيل، يبقى في الغالب سب ابيديرمال بليستر ويز ايه؟ ايزينوفيل، الا اذا كان في امراض في حاجات معينه هنقولها. بس القاعده العامه انها ليس سب ابيديرمال بليستر ويز ايه؟ ويز ايزينوفيل. طيب ده الهيستوباثولوجي. ده الدكتور يعني الفلتر بتاع السيل. ايه؟ نوع السيل اللي بيحصل عليه الاكتشاف في المكان ده. هي القاعده العامه معظمهم بزينوفيل الا حالات معينه هنقولها ونفهمها اللي هي فيها نتروفيل هنقولها. ماشي؟ طيب لما اجي اعمل الميونوفلوريسس دلوقتي شيماء وصلاح انتوا فاهمين يعني ايه الميونوفلوريسس؟ فاهم يعني؟ طب قول لي يعني ايه؟ يعني نسبة
سبيشال يعني ستين، ستين دي عاملينها ازاي؟ ان نجيب انتي بادي وعلى فلورسنس اجينست الانتي بادي الموجود. تمام. فهيشوف فيه الفلورسنس ده هينور حسب الديستريبيوشن اوف الانتي بادي بالتشو هنشوفه بالميكروسكوب. حلو حلو. في منه انواع ولا مفيش؟ اكيد منه. ايه هم بقى؟ ايه هم؟ لا خليه هو يقول من جاي لك. حسب يعني بالكومبلمنت مثلا ولا لا لا بالتكنيك نفسه في منه انواع؟ في دايركت وان دايركت. التكنيك في دايركت وان دايركت، يعني ايه بقى دايركت وان دايركت؟ الدايركت اللي هو على مثلا السكن نفسه، الدايركت اللي في البلاد يعني. شاطر. طيب طيب احنا بنشوف بقى الميكروسكوب العادي العادي بقى يعني الميكروسكوب بقى رقم هم الجداد بس الترا فايلوت مايكروسكوب لان احنا بنشوفه بالالترا فايلوت لان الفلوريسنس ده بيحصل مع الالترا ايه فايلوت. ركزوا معايا انا هلخص بسرعه لان انا هنا هيطلع لي حاجه جديده في الفلوريسنس خاصه بالصب ايه. ركزوا معايا انا في الاوتو ايمين ديزيز بشكل عام كلهم كم مجموعه قلنا كم مجموعه؟ مجموعتين كبار صح؟ مجموعه اسمها ايه ومجموعه اسمها ايه؟ مجموعه اسمها بنفيكس ومجموعه اسمها ايه؟ ايه المشترك بينهم؟ ان في اوتو انتي بادي. يعني انا عندي الدم بتاعي كده الدم اهو في اوتو انتي بادي ده شكل الانتي بادي دايما بنرسمه تمام؟ الانتي بوديز مشيت في الدم وراحت الجلد. ده ايه دي؟ كيراتينوسايت. وده ايه ده؟ لو الانتي بودي مسكت هنا في الدرميزوم تعمل ايه؟ بنفيكس. طب ولو مسكت هنا في الديرمو ايبيديرمال جنكشن تعمل ايه؟ بنفيكس. صح كده؟ طيب مش كده؟ تمام. احنا دلوقتي اي مرض ممكن يعمل لي بولا انترا ايبيديرمال زي البنفيكس او سب ايبيديرمال زي البنفيكويد الانسكتو بايت التروما الهيت كل ده ممكن يعمل. فانا ازاي اتاكد ان دول بقوا اوتو اميون؟ لازم اعمل حاجه تخليني اشوف الايه. فلما اجي اعمل الموضوع ده باخد عينه من الجلد. بس خدوا بالكم الجلد كده اهو في ايه شكل البول اهو والجلد هنا اهو في شكل البول. لما اجي اخد العينه ما اخدهاش في البول اخدها حوالي اسمها ايه؟ فيريليجنال. اخدها كده اهو وافحصها هي المفروض ده بنفيكس يعني الاوتو انتي بادي ماسكه هنا. بص بعمل ايه بقى؟ بجيب من بره انتي انتي بادي. بجيب ايه؟ انتي انتي بادي عشان يمسك في الانتي بادي ده. والانتي انتي بادي يبقى فيه ماده اسمها فلوريسنت دار. الماده دي لو شافت الالترا فايلوت تنور. هنا بقى الاقي النور موجود فين النور؟ الاقيه دايما ما يدور كده حوالين ايه؟ الكيراتينوسايت. اللي ده مكان ايه؟ الديزموزومز اللي ماسكه فيها الانتي بادي فالنور يبقى كده. ان شاء الله لما النور ينور هوريه لكم. فيبقى ايه؟ الاقي دوائر دوائر خضراء كده. يبقى ده ايه؟ البنفيكس. امال هنا هلاقي ايه؟ البيس ماك نفسه ولا بنور؟ ايه؟ البيس ماك. هلاقي خط لينير. هلاقي مش دوائر هلاقي خط اخضر كده. هلاقي خط اخضر منور كده يبقى إيه اسمه ايه؟ لينير صح؟ طيب لحظه واحده كده. ايه؟ ما انا بس هوريكم حاجه صغيره حاضر دقيقه واحده دقيقه واحده. بصوا المنظر اللي انا موريه لكم ده مش عارف كده واضح شويه على قدر الامكان يعني ولا لا الريزولوشن كويس ولا لا كده وقرب كده الدوائر الخضراء دي كده احسن. الدوائر الخضراء اللي في الابيديرمس دي شايف الدوائر الخضراء دي بتاعت مين؟ بنفيكس صح؟ دي بتاعت ايه؟ البنفيكس. طيب
طب انا هوريكم صوره ثانيه. شايفين الصوره دي؟ صوره جميله جدا. شايفين ايه؟ لينير واراوند بلود. ايوه عشان تقول في اتنين بيزمت ممبرين عندي. شايفين؟ شايف صلاح؟ شفت الخط الاخضر المنور ده؟ لا حوالين الفيزل صح؟ اه اللي احنا قلنا الفيزل فيه بيزمت ممبرين، فالبروسس اللي هنا تحصل هنا كمان. تمام كده؟ هو البيزمت ممبرين هيبقى هيعد أس انتيجين للانتي بودي؟ اه عادي مفيش مشكله. هو لو هو نفس التكوين؟ لا هو في اختلاف بسيطه في التركيب طبعا من تيشو لتيشو، لكن جنرال في تشابه. فشايفين المنظر عامل ازاي؟ اذا كده فهمنا يعني ايه بقى يبقى انا بصوا انا هدخل حمله فراغات بس الاميونو فلورسنس هيبقى ايه؟ لين يعني. حلو كده؟ طيب هنا في مشكله صغيره. في ايه؟ مشكله. الناس دول قال لك انا عندي كم مرض؟ كم مرض؟ سته. اللي عليكم يعني سته. طب دلوقتي في واحد منهم هيشبك فوق خالص في اللامينا لوسي ده صح؟ في واحد هيشبك تحت قوي في الصب لامينا دنسا، وفي واحد يعني هيشبك حتت في النص وبتاع، يعني عندي في احتمالات كتيره. كلهم هيبانوا ايه في الاميونو فلورسنس؟ خط. مش هيفرقوا لي لان هم كلهم بالنسبه له طبقه واحده. فهم قالوا عايزين نعمل طريقه نعرف هم بالظبط ايه ماسكين فين تقريبا. فنعمل ايه؟ مين يفكر يقول حاجه؟ قولي اتفضل. ماشي ماشي. الناس اللي قارية لا انا عايز حد يكون فكر كده. ها تفكر عامل ايه؟ قولي كده يا اماني. حلو. دي احد الطرق فعلا، بس مش عليكم حاجه اسمها ايه اميونو الكترون جينيتك مابينج. طبعا هنشوف، مفيش كلام، هنشوف هنا فين وهنا فين صح. ماشي. فكره ثانيه، فكره يعني من تفكيرنا مش من مش من الكتاب. الانتيبادي اللي يعني نخليه مثلا ضد الكومبلمنت او ضد اللاكتين او ضد أيوة. حاجه فنتاكد. الطريقه دي اسمها اليزا. الاليزا دي هي سهله جدا، ان انا ممكن اعمل حاجه انتي بولرز من فوجود انشل تايب 1 كده، انتي بلكتين، انتي معرفش ايه، فدور عليه في السيرم فخلاص يبقى كده انتهينا. لكن انا قصدي هل الاميونوفيرسس ممكن يساعدني؟ فقال لك هنشوف بقى حاجه جديده اسمها سولت سبريت سكين. اسمها ايه؟ تفهموا دي كويس عشان بعد كده هنخش على الامراض نقولهم بسرعه ونخلص. اسمها ايه؟ سولت سبريت سكين. اسمها سولت سبريت سكين. ايه السولت سبريت سكين ده؟ هما بيجيبوا حته عينه جلد. عينه ايه؟ جلد. طب قبل بس ما ادخل في الحته دي، حد عارف يعني ايه بقى اندايركت اميونوفلورسنس؟ شيماء يعني ايه بقى اندايركت؟ يعني البلاد مش في التيشو. يعني انا هنا السامبل بتاعتي تبقى ايه؟ هاخد سيرم عشان اشوف الانتي بادي اللي فيه. طب اشوفها ازاي بالاميونوفلورسنس؟ صلاح هنخليها على شريحه مثلا؟ كمل. هنخليها على شريحه مثلا السيرم ده ونخلي له الانتي بادي والفلورسنس. حلو بس حلو بس هو مش عارف طب لما اشوف هشوف ايه في الاخر؟ هشوف ايه؟ ماشي يعني انت بصوا شوفوا صلاح بيقول ايه؟ بيقول انا هجيب الاشياء هحط عليها السيرم اللي هو فيه انتي بوديز كده صح؟ فالانتي بوديز دي هجيب لها انتي بودي يمسك فيها صح؟ والانتي بودي ده فيه ماده تنور، ففي الاخر هشوف نور على الشريحه. طب انا استفدت ايه؟ يعني انا مش عرفني النور ده بتاع البنفجاس ولا بتاع البنفجويد؟ صح ولا مش صح؟ انت فهمتني؟ حسب الانتي بودي اللي هنخلي. لا ما هو اصل الاميونو فلورسنس نان سبيسيفيك. الاميونو فلورسنس بيحط انتي هيومن جلوبيولين وخلاص، ما بيحطش حاجه ضد حاجه معدده يعني، والا كان فرق. فانا كده هشوف نور لكن مش عارف النور ده فوق وعامل دواير فاسميه ايه؟ او تحت وعامل خط فاسميه ايه؟ امال افرق ازاي او افكر ازاي؟ بص بقى صلاح قال لك انا قبل ما ادلوع على الشريحه، لا انا هجيب شريحه احط عليها ايه؟ جلد. هجيب لها حته جلد من بره. او اجيب لها حاجه من الحيوانات، مانكي اسوفيجاس، راد بلادر، راد بلادر ابيسيليا،
مش عارف ايه، حاجات تشبه الجلد الانساني بس هي من بره، بيسموها سبستريت. بيسموها ايه؟ بيسموها ايه يا جماعه؟ السبستريت ده لما ادلو عليه انتي بودي لو كان بتاع بنت جاس هيمسك فين؟ فوق. ولو كان بتاع بنت جويد هيمسك تحت. بعد ما يمسك اروح انا حط الانتي انتيبادي فيروح ماسك فيه فينور. بس لما ينور هنا لما ينور فوق ويعمل دواير فيبان يبقى زيه زي الدايركت بس اسمه ايه؟ بتاع البنفيجاس. طب لو ماسك تحته وعمل لاينز يسموه ايه؟ يبقى انا الاندايركت ايميونوفلوريسنس عملته على خطوتين، جبت من الدم الانتيبادز اللي سايحه كده، قلت بدل ما هي سايحه كده احط لها سبستريت زي الجلد بالظبط بحيث اشوف هتمسك فين، فوق ولا تحت. فهماني؟ الفكره السبستريت مختلفة عندنا. لا لا في تشابه. لا لا في تشابه. تشابه لا في تشابه. في تشابه. حاجات اه مش اي حاجة. مانكي اسوفيجس راد بلادر ايبيثيليوم. لكن ممكن اختار هيومن سكين برضو. يعني لو هيومن سكين ده خلاص بقى ما حاجة. هيومن سكين كنا بضايق تعرفتها. ايه؟ لو هيومن سكين كنا على طول ضايق. لا قصدي هيومن سكين هيلسي. مش نفس ال مش البيشنت. يعني انت متخيلة ان انا اخد من عدمان هغلب نفسي ليه؟ لا دي حته هيلسي وبتبقى حاجه ارتفيشال معموله في يعني مش ارتفيشال دي معموله في المعامل الجاهزه حته هيلسي. انا بس بدل ما العين اخد منه بايوبسي دايركت اعمل بايوبسي ايه؟ بيبقى اسهل طبعا صح؟ اسهل عين الدم بدل بايوبسي. فهمتيني؟ خلاص فهمتيني؟ يبقى انا مش بحطه على الشريحه بس لان حطيت على الشريحه مش عارف الكلام ده كله قريناه 1000 مره بس مش فاهمين. طيب بتفهم دلوقتي؟ اكيد ان شاء الله. طيب خلاص عشان كده هم سموه اندايركت لان هو على خطوتين مش خطوه واحده. لان في الدايركت انا عندي الجلد بتاع الشخص وماسكه فيه الانتي بودي جاهزه فانا بس بحط له الحاجه اللي بتنور عليه وخلاص صح كده. امال الثاني الاندايركت الانتي بودي سايحه فين؟ فانا الخطوه ان هي تروح الجلد وتمسك مش عندي، فانا هعوضها بايه؟ ان انا اجيب له سبستريت. يعني ايه سبستريت؟ يعني اجيب له جلد من بره او حاجه شبيهه بالجلد من بره فلما اجيبها يمسك فيها كده كده بقى بعمل زي ايه؟ زي الدايركت عادي. اروح حط الانتي انتي بادي وعليه الفلوريسنت داي فيبدا ايه؟ ينور. فاعرف هو فوق ولا ايه؟ ولا تحت. خلاص؟ الفرق بين الدايركت والاندايركت السهوله بس بالنسبه للبيشنت. يعني البيشنت باخد منه سيرم دي حاجه سهله اي حد يعملها، لكن البيوبسي حاجه صعبه عايزه غيار بعدها، مش اي حد ياخد بيوبسي صح؟ بس ماشي؟ بص يا دكتور، دي فيها تكنيك اصعب من هي دي تكنيكيا اعقد لكن بالنسبه للبيشنت اسهل طبعا. طبعا دي اوفر كوستي وبتاخد تايم اكتر كمان لان في اكتر. يعني مقاسها قد ايه؟ قصدك السايز بتاعها يعني؟ احنا عندنا البايوبس من 4 ل 6 مللي يعني مش حاجه كبيره. لا مش حاجه كبيره. كم نسبه الدايركت عن الدايركت؟ مش في فرق يعني بالنسبه للدايركت احسن؟ اه اه. وبيسال سؤال رهيب يعني السنسيتيفيتي ولا السبيسيفيتي؟ مين السنسيتيف بتاع توقع مين السنسيتيف؟ اكيد ايه اللي هو الدايركت لان ده بيشوف الواقع. لكن الثاني في حته ممكن ان فولس رياكشن او حتى فولس رياكشن فولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف. فالادق واللي نعتمد عليه هو الدايركت ده اللي السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعته اعلى بكتير من الاندايركت. بس ده سؤال حلو شاطر. طيب دلوقتي نرجع مرجوعنا. انا جيت في البولز من فيجويد عملت دايركت واندايركت في كلتا الاحوال هشوف ايه؟ خط. لكن مش هستفيد حاجه. ففي واحد قال احنا ممكن نعمل موديفيكيشن للتكنيك نعمل حاجه اسمها سولت ايه؟ سبيت سكين. قال لك انا هجيب عينه الجلد من بره اللي هي سبستريت صح؟ فاجيب عينه الجلد ماشي؟ ونحطها ايه بقى؟ نحطها بمحلول ملح اللي هو صوديوم كلورايد الملح العادي بس التركيز بتاعه 1 مول 1 ايه؟ ماشي؟ التركيز ده اعلى شويه من التركيز الفسيولوجيك. التركيز الفسيولوجيك بتاعنا كام؟ 9 من 10 9 من 10 فده اعلى شويه. وبعدين احط درجه حراره 4 درجه مئويه فبيحصل ايه؟ قال لك الحاجات دي بتخلي الابيديرمس يفصل عن ايه؟ عن الدم. فيطلع عندي الشريحه اشوف شكلها عامل ازاي يا صلاح؟ شكلها يبقى عامل كده. يجي الابيديرمس في حته كده يفصل عن ايه؟
صح ولا مش صح؟ فصلوا عن بعض. السؤال بقى هنا هم فصلوا في انهي لير من الاربعه؟ ايه؟ لا ما لسه اقول يحصل في انهي ليفل بقى؟ في المجال اللي ممكن يبقى فيه ديفكت يعني صح؟ لا 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 بتكلم على حاجه هيلسي مش ديزيز. ده هيلسي تيشو ده هيلسي سكين. بيحصل في اللامينا اليوسيدا. المعلومه دي مهمه جدا خدوا بالكم. بيحصل في اللامينا اليوسيدا يعني من فوق ومن تحت. ايوه البيزا الكرياتينوسايت فوقي ومن تحت اللامينا دنسا وما تحتها وفوق البيزمنت البيزا الكرياتينوسايت جراندا كول صح كده؟ قال لك خدوا بالكم بالطريقه دي مش انا ممكن اعمل اندايركت. يعني ايه اندايركت؟ اخد من العيان سيرم واحطه على ايه؟ على شريحه على سكين او ايوه حطه فين؟ على سبستريت اللي هو سكين او مونكي اسوفيجاس او قال لك بص بقى قبل ما تحطه على السكين اعمل عملية دي في السكين خليه يفصل صح؟ فسكين فصل كده واروح حطه عليه. لما احطه عليه هيمسك وبعدين يجيب حاجه وتنور وبتاع. ففي كم احتمال بقى؟ ان ممكن الاقي خط منور فوق او تحت او تحت او في الاثنين. لما انا الاقيه فوق اعرف ان انا ماشي بسكه مين ومين ومين. اي حاجه فوق اللي هي بلكتين كيراتين بولاس من فجود 1 حته من البولاس من فجود انشن 2 يعني كده انا ماشي فوق. امال لو اول لو منور تحت يبقى انت عندك من اول الدنسة لا ده من الدنسة وانت نازله بقى يعني لامينين هيمسك تحت. طب والكولاجين 7 تحت وهكذا فهمتوا؟ طيب هو انا مش بقول فيرس انت انتي بازي على طول لان انا عندي سكين وبيبقى كمان سبستريت ده سلو اندايركت يا ماما باخد من السيرم انتي بوديز بيفصل وفصل خلاص اجيب له سبستريت تاني. لا يا ماما ما يجيبلوش حاجه هو ده بقى السبستريت بتاعه. تجيب الانتي بودي بتاعت العيان تحطيها عليه. انتوا عارفين الفكره كلها ايه؟ الفلسفه ايه بس؟ ان هو بدل ما خط واحد حاول يفصلهم يبقوا ايه؟ خطين عشان لو نور فوق اعرف ان انا في حته، طب لو نور تحت اعرف ان انا في حته ثانيه. هو ده مش بيعرفه بنسبه 100% وانما بيفرق له برضه، بيفرق له شويه سوبرفيشال من شويه ايه؟ يعني بصوا انا هوريكم صوره دلوقتي. شايفين الصوره دي كلكم؟ الصوره دي شايفينها؟ ما هو احنا هنرجع تاني. طيب شايفين الصوره دي؟ الصوره دي الحته اللي منوره لفوق دي الاخضر اللي هو مين؟ ابيديرمس. عادي ده ابيديرمس ماشي. وفي هنا الحته السوداء دي ده الكليفت الايه اللي اتحصل بالسبليت. يعني السبليت ده بيبان لك ليفت اسود بيسموه ارتفيشال كليفت. ليه ارتفيشال؟ احنا اللي عملناه. واللي تحت يبقى مين؟ بدليل ان في بابيلا طالعه كده. هنا بقى الخط المنور، الخط الاخضر المنور، منور فوق ولا تحت؟ فوق اكتر لكن في تحت برضه. هو منور فوق اكتر، شايفين؟ منور فوق اكتر، صح كده؟ فكده اعرف ان انا ده سب ايبيديرمال ديزيز بس فين؟ في حتت من الحتت اللي فوق. هنيجي للناحيه دي كده. ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ شايفين ايه؟ هو قريب كده يعني هو بس بيحتاج ينزل شويه دكتور عشان ما انا قصدي ماشي ما انا قصدي كده. كده كويس؟ ايه بقى؟ انا عندي اللي فوق ده اللي بيدرمس واللي تحت ده مين؟ هو كله منور. طب اللي بيدرمس هنا منور؟ لا ده كله ده بيبقى اسمه يعني ارتفاكت في التصوير وكده. ايه الاسمر ده؟ الاسمر في النص الكليفت الايه؟ الارتفيشال مش بتاع الدولة الجديد ولا حاجه. وبعدين انا بشوف الخط المنور، يا ترى منور فوق ولا تحت؟ فوق. احنا هنا شايفين الخط الاخضر ايه؟ فوق. يبقى انا هنا تبع مجموعه من الامراض بتصيب الجزء العلوي. في صوره ثانيه هنلاقيها. بصوا
ها مين يقول لي دي تحت ولا فوق؟ انا هرجع لورا كده في كل شو ده اختبار. ها ها كله بيقول تحت بس يعني ده احنا قلنا خلاص بس تحت هو مش ارتفاكت طبعا. الموضوع ده معقد جدا مش عليكم الكلام ده. يبقى في كنترولز وحاجات كده يعني عشان نشوفه اكتر من نور. كله موافق ان تحت هو فعلا ايه تحت. تمام هوريكم صوره ثانيه. هو بس التركيز العالي ده بيخليه ايه يفصل. هنا بقى مين يقول لي احنا فوق في عندنا شريحتين واحده يمين الشريحه واحده الشمال. خلينا نبدا بدي في الاول. دي فوق ولا تحت؟ فوق. فوق؟ متاكدين انها فوق؟ طيب فين انت مش عندنا في الاثنين؟ ما هي الدنيا كلها ضلمه مش باين. طب خلينا نفتح الكمبيوتر الكبير. ماشي ماشي ماشي. طب نشوف ده وبعد كده نفتح الكبير. هي الشمال دي فوق ولا مدينة في الاثنين؟ بس اكتر فوق في الثانيه. الاولاني حاسس ان الشمال دي فوق اكتر. احنا مش شايفين اصلا فيها حاجه تحت. الدنيا ضلمه خالص. هي لو قربتي هيبان الكونفيجريشن بتاع الدرس. لكن دي تحت طبعا ديفينتلي. ايه دي خط منور تحت. لا ده الابيديرمس كله قلنا نور. نور ليه يعني نور؟ ايه الفكره؟ لا هو بس بيعملوا الحكايه دي ككنترول عشان يعرفوا حدود البليستر فين. الموضوع له ابعاد كتيره جدا. فانا ما تبصليش على الابيديرم دلوقتي، بصي لي بس على الكليفت. ايه هو الكليفت؟ عرفه ازاي؟ الحته السمراء اللي ما فيهاش اي ملامح. مش هاد الكليفت اهو؟ الكليفت ده احنا عارفين الكليفت حلو قوي. بس خلاص ما انا ستي ما انا فاهم. هو فوق برضه زي ما لا مش فوق زي ده. لا الابيديرم كله منور ككنترول. وكمان في فرق بين، طب انا اقول لك حاجه، مش هو منور هنا ناحيه الشمال؟ طب شوفي اخره في خط شارب دي ماركتد ولا لا؟ لا اخره هو الابيديرمس. لكن هنا لا قصدي الابيديرمس نفسه هو. مش ده منور هنا وده منور هنا؟ شوفوا هنا في، هل في خط في اخر الابيديرمس هنا ولا لا؟ وهنا في ولا لا؟ الشمال فيه. يعني حضرتك قصدك يعني الموضوع مش كبير. انا قصدي شايفين الخط كده عامل ازاي هنا؟ هنا في خط، ما هو منور برضه، بس الخط هنا عامل ازاي؟ وهنا مفيش الخط ده. فانا ببص على الحكايه دي. خلاص؟ يبقى احنا هنبص على البليستر نفسها. نبص لها خلاص خلاص نبص لها. هل هو فوق؟ يبقى اسم بيسموه روف. وتحت بيسموه ايه؟ الروف. بيبقى ايبيديرمال ناحيه الايبيديرمس. خلاص الصراحه مفيش حاجه. شوف ميه وهيديني. مفيش حاجه مفيش حاجه. شكرا. خلاص شكرا شكرا. تمام كده؟ لا تمام كده كفايه. خلاص؟ روف وفلور. الروف بيسموه ايبيديرمال سايت لانه ناحيه ايه؟ طب والفلور بيسموه ايه؟ ايه اهميه الكلام ده؟ نعرف اي واحد من السته ممكن اعرف ان انا فين اكتر يعني، لكن مش هحدد لي بالظبط. يبقى انا كده عرفت جنرالي الامراض قبل ما ابدا فيها الديفينيشن بتاعها ايه؟ الباثوجينيسيس ايه؟ البليستر بشكلها ازاي؟ الهيستوباثولوجي هيبقى فيه ايه؟ عرفت هذا الكلام كله. الاميونوفلوريسنس، وهزود حاجه هنا اللي هي السولت ايه؟ سبريد. نيجي بعد كده للديفرنشال دايجنوز. مين شاطر يقول لي ايه اللي عامله كديفرنشال دايجنوز لعائله البنفيجويد؟ اول حاجه هنفرقها بينها وبين الحاجات اللي هي الانتروماتيك والحاجات اللي هي قصدها نفرق البولس ده اللي هو اوتو اميون من النون اوتو اميون زي تروما وانسكت بايت وبتاع. نفرقهم ازاي؟ طيب اميونوفريس. الحاجه الوحيده اللي تقول لك ان ده اميون او مش اميون اللي هو ايه؟ لان الاميونوفريس بنشوف بيه ايه؟ انتي بوديز. حلو. طب نفرقهم؟ لا خلاص كفايه كده. نفرقهم من ايه؟ نفرقهم من ايه بقى؟ والعيله. يعني شوف نفرق العيله دي من العيله دي. هنفرقها ازاي طيب يا صلاح؟ كمان بالامينوفلورسنس يعني. شوف حلو والله الكلام جميل. ده هيبقى اراوند كيراتينوسايت فوق وده هيبقى لينير. طب ابسط من كده، ابسط من الامينوفلورسنس. الكلينيكال البولة هنا تبقى بلاسيد لكن هنا تبقى ايه؟ تنس. حلو قوي. طب نفرقهم دي كمان. فاضل حاجه عيلته عيلته نفسها بقى. افرق كل واحد من التاني مش هما سته؟
بتكفي بينهم ايه؟ فروق. خلاص كده؟ فما فرق بين الفروق دي ايه وبعضها. خلاص؟ طيب نيجي للتريتمنت نعالجه ايه؟ يلا مين شاطر يقول؟ الستة كلهم العلاج الاساسي بتاع استرويد، القاعدة العامة اللي اذا لو في استثناءات هنقولها. طب ليه بنعالج الاسترويد؟ لان هو اوتو اميون، فالاسترويد بتقلل الانتي بادي برودكشن. طب توبيكال ولا سيستميك؟ حسب السيفيريتي. حسب السيفيريتي. لو سمبل ولوكلايزد توبيكال يكفي. حلو قوي، تمام. وحسب ايه تاني؟ مين يقول؟ الايج. لا الايج ملوش علاقه قوي. ها المهم احنا ماشي مبدئيا كده، احنا عرفنا الفكره العامه بتوع الست امراض دول. خلاص تعالوا بقى نقولهم بسرعه كده ونتفرج على الصور بتاعتهم ويبقى الدرس خلص. هناخد الكمبيوتر بتاعك بقى. خلاص انت معاك الملفات دي، خدتها من المره اللي فاتت ولا ما خدتهاش؟ طيب كده انا هحطهم. هل ايه هم بقى سيرة الانتيجين دول يا سماح؟ حلو، الله ينور عليك. مين اسمها؟ اول مرض سهل جدا اسمه بولز بنفكويد، وفي اثنين انتيجين باسمه بولز بنفكويد انتيجين 1 بولز بنفكويد انتيجين ايه؟ يبقى انا بكل بساطه كده هقول التارجت انتيجين بتاعي ايه، حاجه من اثنين، يا 1 يا 2. طيب 1 ده ممكن موجود فين؟ ايه؟ في البيزل كيلاتينوسايت. ادق بقى، عايزين كلام ادق. موجود فين في البيزل كيلاتينوسايت؟ في الهيميجزمزوم. صح كده؟ مع البيزل كيلاتينوسايت مش قسمناها ثلاث حاجات؟ البلازما ميمبرين بتاعها وعليه هيميجزمزوم وطلع منه كيلاتين، فانا حته من دول. الهيميجزمزوم شكله ايه كان؟ مين فاكر شكله؟ شكله كان مدور جلوبيولار، اسمها كده بالطب جلوبيولار، صح؟ طيب والبولد كود انجن تايب 2 كان موجود فين؟ ها مين يقول كلام احسن؟ حاسس كلام دقيق شويه. مي خلي مي. ها البولد من فيجود انجن تايب 2 موجود فين؟ ايه؟ مش كملي كملي. طب يا مي مين موافق على الكلام ده؟ هو كلام صح بس مش دقيق. هو بيستوعب ثلاث مراحل. حلو. وبعد صح كده. يبقى خدوا بالكم ده معقد قوي، ده ماسك في حته في الهيميدوزمزوم اللي هو الهيد بتاعته، صح؟ وبعدين اخترق البلازما ميمبرين، وبعدين دخل على اللامينالوسي ده كلها ووصل لبدايه اللامينا ايه؟ ستنسا. بسم الله ما شاء الله، ده نورك والله، يعني نور مطفي بس هو يبقى منور فعلا، هيبقى منور فوق وتحت. هنشوف دلوقتي. يبقى دلوقتي بصوا من اسمه كده بكل بساطه جبت التو انتيجين، بس انا هتكلم عنهم اكتر. عشان ايه؟ البنفيجويد ده موجود فين؟ رقم 2 موجود فين؟ موجود. انت مش فاكره الصوره اللي نسيتيها؟ انا فاكره بتاع عوامل بس مش فاكره. طيب ماشي مفيش مشكله. الاخضر اللي كان لا لا العكاز ده العكاز اهو. العكاز شفت افتكرت العكاز؟ طيب دلوقتي نيجي سؤال بقى. طب انا كده عرفت كلمتين، عايز اتوسع شويه في الموضوع ده، الموضوع ده فيه توسع كبير عليكم، هنقوله بالتفصيل دلوقتي. يبقى انا عندي 1 ده كان جلوبيولار، وده 2 ده كان جي شيب او لينير. اصل ممكن تيجي مقارنه بين بولد كود انجن 1 و 2. طب ده موجود فين وده موجود فين؟ ده موجود كذا وده موجود كذا وكذا. مين وزنه اكبر تتوقعوا؟ مين وزنه اتقل بالعقل كده؟ 2 اللي هو الطويل ده. ها ولا 1؟ هو المدور وزنه اتقل، هو حجمه اصغر بس يعني الشكل بتاع الجلوبر الثاني ممطوط كده حاجه رفيعه يعني، صح؟ فبولز بنفجويد انتيجين 1 ده له اسم ثاني اسمه 230 كيلو دالتون، وزنه 230. طب والثاني اللي هو 2 ده الطويل اللي رايح وجاي 180 بس، ماشي؟ طيب حلو قوي. ايه فرق ثاني؟ النيتشر بتاع كل واحد منهم، النيتشر بتاعتهم هو عباره عن ايه؟ بروتين. هما بروتينات ولا ايه؟ بروتينات. احنا عمالين نتكلم على البروتينات. حلو قوي. بس نوع البروتين ايه؟ قال لك خد بالك، وان ده اللي هو كوره ده نان كولاجينس بروتين، يعني مش كولاجين، صح؟ ده شيء منطقي يعني.
لانه جوه الخليه. امال الثاني هيبقى ايه؟ هيبقى كولاجينس. بس خدي بالك هو مش كولاجينس بس، هنقوله بالتفصيل، ده كولاجينس ونان كولاجينس. يعني الثاني ده ميكسد اللي هو التو ده في حاجتين كولاجين ونان ايه؟ عشان ما ننساوش تايب 2 ده هو فيه ايه؟ 2 برضه كولاجين ونان ايه؟ ان شاء الله بس ربنا يكرمنا كده انه يجي هوريكم الكلام ده كله، هنشرحه دلوقتي بالتفصيل صح؟ طيب انهي كولاجين بقى اللي موجود في تايب 2 رقم كام؟ بص رقم كام؟ الرقم ده مين عارف الرقم ده؟ 17. يبقى خدوا بالكم لما يقول لك ايه كولاجين 17 ده تقولي له ايه؟ دابولز من فيجويد انتيجين تايب 2 اللي هو العكاز صح؟ اللي هو الجي شيب اللي هو واخد مساحه كبيره. طيب دابولز من فيجويد انتيجين تايب 2، اخر كلمه عايز اقولها، مين اللي اهم في رايكم يعني في البولز من فيجويد 1 ولا 2؟ وقفنا فين؟ يلا قولي رايك انت. ولا هما الاثنين مهمين؟ هو ممكن متهيألي لو تو هو الافكت هيبقى هيحصل سيبريشن اعلى. حلو حلو، رايك انت ايه؟ المساحه الافكت في تو يعني ممكن وعشان يخش في الكاتيجوري بتاع السب ابيديرمال انا عايز تو ولا ايه؟ فالاكثر اهميه هو بولز بالفجويد انشن تايب 2. يعني ايه بقى اكثر اهميه؟ ان هو موجود في كل الحالات، كل حالات البولد انفجويد لازم الاقي 100% تو افكتد، لكن وان ده ممكن او ممكن لا. خلاص فهمنا الكلام ده كله. انا هرجع لتفاصيل رهيبه دلوقتي في تو ده بالذات وهنرجع لها هنقول ليه. دلوقتي انا خدت ايه الديفينيشن بتاع البولد انفجويد صح، خدت الباسوجينيسيس وعرفت كلمتين زياده كده عن في تو تايبس ومكانهم صح كده، في مشاكل. يلا الكلينيكال بيكتشر بقى بتاعته ايه؟ او على هيلث سكين وتبقى لارج. الكونتنس بتاعها بيبقى لازم يا اما كلير يا اما هيموراجيك ممكن او باست اوف سكندري انفكشن. حلو قوي. حلو، ده الكلام اللي احنا ممكن نقوله من غير اي مذاكره في العالم صح، وكلام صح ومظبوط وده البيز لاين. لكن خلينا بقى نزود كام كلمه. انا دلوقتي هوريكم شويه صور وانتوا تقولوا لي ايه ملاحظاتكم على الصور دي. هنشوف كده دلوقتي كلنا ان شاء الله شايفين الكمبيوتر ده كويس، قولوا لي بس الشاشه قلبها وعدلها ازاي كده كويس. طب معلش بقى يا صلاح يعني نحاول معلش يبقى كله بيشوف مره. تعالى بص لك حاجه، تعالى صلاح خش انت هات كرسي واقعد هنا لا عشان يبقى كله شايف مره واحده وندسكاس مع بعض مره واحده. حتى بص خد انت كرسي صغير كده كله شاف كله شايف كويس. ايه اللي انتوا شايفينه على الملاحظات وعلى الصوره ايه؟ هو تنس وبلاسيد دي بالبالبيشن صح؟ لكن انا ازاي اعرف من الصوره انها تنس؟ انها انتكت وكميه الايروجن اقل من البلاسيد. احنا فاكرين البنفيكاس كان كله ايروجن وتلاقي واحده ولا اثنين، لكن لما تلاقي البول اكتر بكتير من الرؤيه نعرف ان بيتس. طب حلو قوي، خلينا نقرب. ده نفس الكلام هنا، عرفت ازاي انها بيتس؟ بول هي موجوده لغايه دلوقتي. لا والحجم بتاعها كبير قوي، يعني الحجم بتاعها كبير. طب شايفين دول؟ عرفت ازاي ان هم تنس؟ حجمهم كبير جدا. في تاني مفيش ولا جنس ايروجن في الصوره، ده كله ماسك نفسه صح؟ يبقى انا لما اشوف الايروجن قليله اقل من الكريستال اعرف ان انا ماشي في سكه ان يكون في حاجه جنس. ده مبدئيا بالنسبه للفحص يعني. لما نوصل لحجم كبير ده مع انها تنسي، مش انا قلت كده؟ طيب ايه المقرية رايكم بقى بتاعت ده؟ ما فيهاش كلام، دي لو هتبقى حاجه موجوده تبقى بالفجويد على طول، لان الحجم بقى ايه؟ كبير.
والايروجين فيه بس يعني شويه صغيرين مقارنه بالايه بالبولي، صح كده؟ ايه ده السنه المسترالي؟ ايه ده ولا تنس ولا فلاسيد؟ ليه الايروجين قليله؟ حلوه قوي. بالظبط لو قلتلك ايه ده صح؟ اه فتلاقينا ان بول كبيره يبقى ده ضرر على طول او حاجه. يس يس يس. بس ممكن ديرمان في اول يعني تبقى صغير تمام، يعني الحاجه الكبيره في الغالب بتبقى اصعب ابدا، لكن الحاجه الصغيره ممكن تكون كده ممكن تكون كده يعني ممكن تبقى صغيره. هي لسه قايل ان هو لسه قايل الفكره دي عاشت لحد ما بقت كبيره، التانيه ما بتلحقش تفصل على طول صح؟ بس طب يعني مثلا لو حد مثلا في الحرق مثلا في الحروق، ما هي ممكن تبقى الحرق مثلا كبير ويبقى سوبرفيشال، صح؟ يعني البول كبيره بس سوبرفيشال ولا ما ينفعش؟ ولازم تبقى ما دام هي البول كبيره برضه؟ لا بس الحرق اللي هو الدرجه الثانيه ده اللي هو في بول ده هتبقى البول ده فين؟ سوبرفيشال هتبقى الفيرست ديجري اللي انا بتاعتش ده اللي هيسيب بس اتفقنا؟ طيب هنا برضو نفس الكلام، انا بس عايز اقول لكم شويه ملاحظات عايزكم تاخدوا بالكم منها. احنا كده بس ايه هنزود كام كلمه؟ كان في الايدج ايه؟ الايدج انا هيختلف ممكن يحصل في الايدج. لا ما انا لسه مخلصش، انا بس واحده 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 واحده. خلينا نرجع للصورة دي، الصورة دي فيها ملحوظة مهمة جدا، إن الكونتنت إيه؟ هيموراجيك، ده ممكن يبقى هيموراجيك، طيب، وممكن يبقى كلير زي ما شفنا كان في واحد كده عامل زي الكريستال كده، كلير قوي صح؟ طيب، هنا بقى الراجل اللي واقف ده، إيه الملاحظة على الصورة؟ مين يقول لي؟ لا هنا هنا الصورة دي. الجسيمة ولا قرب كده كويس ولا إيه؟ يعني ايه الكلام الانجليزي ده؟ ارتكاريا. قال لك خد بالك بقى هنزود معلومه على البيزك اللي احنا عارفينه ونعرف نقوله بسهوله، ايه المعلومه دي؟ ان البولنس بينفجويد اول ما يبدا ارتكاريا، يبدا ايه يا ماني؟ يعني تلاقي حته محمره كده وعاليه زيها زي ايه؟ الويل بتاع الارتكاريا، ولو صبرت عليها الاقي الويل ده بقى ايه؟ طلع يبقى انا بصوا هزود كلمه زياده يا اماني، اماني انت بتنامي صح؟ بتنامي. هزود كلمه زياده، قال لك الكلينيكال بيكشر بتاعت البولس بروتوكول هنقسمها حتتين، نان بولس ستيج، نان بولس ايه؟ ستيج وبولس ستيج. النان بولس ستيج دي هتبقى عباره عن ايه؟ ارتكاريا وفيها بلورايتس بيهرش فيها زي الارتكاري. طب والبولس ستيج يبقى فيها بوله بقى. عشان كده دايما احنا قلنا زمان لو كنا خدنا الارتكاري فاسكولايتس واي ارتكاريا لازم نفرقها من الارتكاريا الفيس بتاع ايه؟ بتاع البولس فيكول. واحنا قلنا في فرق بين الارتكاريا كارتكاريا وفرق بين حاجه اسمها ارتكاريا الدرماتوزس اسمها ايه؟ يعني امراض قد تاتي بمرحلة في المراحل الارتكاري من ضمنهم مين؟ حلو كده؟ دي معلومة. هي سألتني سؤال قالت لي طب الايج والسكس بتاعه والسايت وكده صح؟ احنا في البنفجاس بقى الدور على أماني. البنفجاس كان بيجي في انهي ايج وانهي سكس وانهي سايت؟ بالراحة بالراحة. في الميدل ايج ايوه حلو. طب وهناك كان بيجي في انهي 6؟ كان ايكوال. حلو قوي. وكان السايت بتاعه فين؟ على الترنك. نفس الكلام هنا على الترنك و6 ايكوال بس الايج بقى. الايج بيجي هنا في الاولد قوي. ده الكومن تايب بتاعه بيجي في الستينات السبعينات كده يعني السن الكبير. يبقى انا حتى في مقارنه البولس في البنفيكاس بالبولس بنفيكويد ممكن اقارن من اول الهيستوري اللي هو الايج بتاع العيان يفرق. بعد كده كلينيكال يقارن ايه؟ البليستر هنا سمول وسن وايزي رابشر هناك تنس وكده خلاص كده؟ طيب دي الكلينيكال بيكشر. الاء بقى مش الاء اللي عليها الدور؟ احنا كنا بنقول هناك الميوكاس ممبرين بتتاثر ولا ما بتتاثرش؟
دي تتأثر في كل الأمراض، يعني تتأثر يعني في كل الحالات هناك، لدرجة إن لا لازم بنفجس يبقى معاه ميوكوس، لدرجة إن في نوع ميوكوزا الدوميننت بس، يبقى كأنه هو ميوكوزا بس قد يكون وقد لا يكون معاه إيه؟ سكين. طب هنا بقى في البولة الإنفجوية مفيش، وده الفرق الثاني كلينيكالي حتى قبل ما اخش على الميونوفلوريسنس، ان البولاس بنفيجويد والعيله دي رير انها تجيب في الميكوزا، رير الا انواع خاصه هنقولها رير. طب ولما هو رير يبقى الجنرال كونديشن بتاعته ايه؟ جود. هناك كان في البنفكس قلنا بنلاقيه ميت كده على نفسه ومتبهدل، مش عارف ياكل ولا عارف يشرب وعمال يفقد، ده ماسك نفسه بجلد ما بيفقدش حاجه، بيبلع وياكل كل حاجه كويس ماشي. لا يبقى الميوكس ميمبرين، هنا تكلميني بقى عن الميوكس ميمبرين في البول الانفجويد هتقولي ايه؟ لا هقول نوم ميوكوزا الافكس او رير، وبالتالي ده ينعكس على البروجنوزس. طبعا ان ايه بقى؟ هي بقى جود جنرال كونديشن وكل حاجه تمام. طيب نيجي بقى لشيماء، هي دكتور الميوكوزا هنا ما تتاثرش، ما فيها برضه بيسمع لا كل الحاجات دي مش معروفه. طب اشمعنى هو بيجي في الترانك ما يجيش مثلا في صوابع رجله؟ انا ما قريتش حاجه في الموضوع ده، لا 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 ما هو اصلا ممكن يجي، وكمان هو مالك مش بيجي قال لك بيجي بس رير، لكن دي صراحه انا مش عارف اجاوب على السؤال ده، مش موجود في الكتب يعني اجابه على السؤال ده، ليه مرض اسيب حته اكثر من حته. طيب النقطه اللي بعد كده بعد الكلينيكال بيكتشر اللي هي ايه يا شيماء؟ هيستوباثولوجي. هناخد العينه منين؟ سمول فيزيكال. خدوا بالك صلاح وشيماء، لما اجي اخد عينه عشان الهيستوباثولوجي لازم اخد بولة تكون انتكت، يعني لا مربشره ولا بتاع. ليه انت هتشوف ال لازم تكون انتكت عشان اشوف هي فاصله فين بالظبط، عشان الكونتنت جوه يكون شغال سواء في عيشه او حلو، بس ده يكون ايرلي بقى، اصل البولة طب بيوصل لحجم كبير كده صح، بولة بينفجر، فانا هاخد واحده على بعضها ازاي كده؟ اخد واحده صغيره، الصغيره يعني لسه ايه؟ نيو، يعني لسه نيو. اه يبقى انا اخد نيو ايرلي سمول انتكت فيزيكال صح؟ باخدها بكل المواصفات دي ليه؟ عشان تبقى لسه صغيره اعرف اخدها، ويبقى لسه ما حصلش سكندري انفكشن، وعشان فتعمل لي ايه؟ تغير الانفكشن خلاص. فشيماء احنا خدنا البيوبسي كده هلاقي فيه ايه؟ فيها ايه؟ فيها البلاناتوريستس. ايوه نوعها ايه؟ إزينوفيل. احنا قلنا القاعده العامه إزينوفيل، وده فعلا فيه إزينوفيل. وفيها ايه كمان كنت قلتي حاجه كمان؟ اكانسوليتك سيل. مين يرد على الكلمه دي صح ولا غلط؟ مفيش هنا احنا سيبنا الابيديرمس خالص، الاكانسوليسيس ده كان في الابيديرمس الخلايا تفصل عن بعض، لكن هنا ما عنديش خلايا ده بروتينات، يبقى هنا اشطب كلمه اكانسوليتك سيل، هقول سب ابيديرمال بلستر فيها ايه؟ ادي المنظر بتاعها، ادي المنظر بتاعها، شايفين؟ اه كله شايف كويس؟ ادي الابيديرمس ماشي، والبلستر فين؟ وفيها خلايا لما نقرب منها نلاقيها ايزينوفيل، نعرفها ازاي انها ايزينوفيل قلنا؟ السيتوبلازم بتاعه ريد، شايفين؟ ادي البلستر اهو كلها تحت مين؟ تحت الابيديرمس صح؟ طيب ايه ملاحظاتكم على البلستر دي؟ حجمها كبير، ده مقارنه بمين؟ بالفيرتكس يعني، يعني الشريحه مش جايبها كلها، يعني الشريحه هنا المنظر الواحد الفيو الواحد ممكن تقعد تمشي عليها كده طول الشريحه، يعني يكون بلستر كبير قوي بتاع الشريحه كلها. خلاص كده؟ طب ده بعد الهيستوباثولوجي بقى بنعمل ايه؟ كالسيوس. في منه كان نوع من الدايركت؟ في كلتا الاحوال هلاقي ايه؟ لا يعني الميونوفلورسنس انسوباتيز صف الجيرمون لينير لينير على الجيرمون بس خلاص اشوف المنظر اللي هو وصفه لنا ده اهو، اشوف الخط ده زي ما انا متوقع كده صح كده؟ حلو قوي. بس احنا كنا بندور، احنا لما بنعمل بندور على انتي بادي صح؟ الانتي بادي نوع ايه بقى مشهور؟ انتي بادي بلس اوف كوست احنا قلنا القاعده العامه، القاعده العامه ان انا بشوف اي جي جي ده اشهر واحد بلاقيه اي جي جي، وبعد كده بقول المصري عليه ولا ما لهوش ممكن او ممكن لا، فانا بقول كده ان انا بلاقي اي جي جي
بلس اور ماينس كومبلمنت 3 لينير باتر عند الديرمو ايه؟ ادج جي مثلا سب كلاس 1 لا ما انا سب كلاس دي بعيده شويه ماشي؟ طيب لما نيجي نعمل بقى سورت سبريد سكيل عارفه سورت سبريد سكيل؟ بصوا بقى ركزوا معايا في الحته دي واللي بيبص في الورق يعني معلش يسيب الورق شويه لو عايز يفهم يعني احنا فاكرين في اول الحصه النهارده لما حبينا نتكلم عن السب ابيديرمال جروب اللي هي اسمها بنفجويد كنا بنقول بشكل عام التارجت انتيجين فين في البيزمنت ممبرين فدي معلومه كده ممكن تكتبيها وتبقى صح اوكي بس لما كبرنا شويه قلنا لا ده في لير صح ولما كبرنا اكتر قلنا لا ده في كومبوننت وبعدين قلنا لا ده في انتيجين صح بحيث يبقى الكلام الدقيق في البولد من فيجويد مش هقول ان هو اجينست الديرمو بيديرمال جانكشن لا ده اجينست البولد من فيجويد 1 اللي مش عارف فين و2 اللي هو فين صح كده في كلام ادق من كده قال لك في كلام ادق من كده ان البولد من فيجويد انشن تايب 2 ده له ستراكشر عايزين نفهمه بالتفصيل وهنقول لكم ليه دلوقتي بصوا بقى شوف انا برسم ايه دي مين بير دي البيزل ايه؟ وده مين ده المفروض؟ وده السيل ممبرين بتاع الخليه صح؟ هو المولد الكوني التايب تو بيبدا الهيد بتاعته كده يخترق قلنا ايه؟ ويخش لامينا لوسيتا ويوصل لغايه مين؟ لامينا لوسيتا فاكرين تركيبه كان كولاجين ولا لام كولاجين؟ قلنا ميكسد وقلنا عشان ما ننساش هو تو بيتكون من حاجتين ميكسد كولاجينس اند نان كولاجينس والحته الكولاجينس رقم نوع كولاجين 17 حلو كده فيها مشكله غير دلوقتي قال لك خد بالك بقى انا لما اجي اسال نفسي سؤال هو يا دكتور بيضرب بولز من فيجويد انشن تايب 2 بس انا حته فيه اصل هو طويل جدا هنا ولا هنا ولا هنا انا عندي حته بيسموها انترا سيلولار صح اللي هي داخل الهيمديزموزوم وفي حته اسمها ترانس ممبرنس عبر الغشاء
صح؟ وفي حته اكسترا سيلولار ولا ايه؟ يعني في حته انترا سيلولار، حته اكسترا سيلولار، حته في المشاء نفسه. هو بيضرب انا حته منهم، بيضرب الحته الاكسترا سيلولار، بيضرب مين؟ الاكس، مش بيضرب الانترا سيلولار. وده كلام منطقي، لان لو ضرب الانترا سيلولار مش هيحصل حاجه، مش هيحصل بليستر سب ابيديرمي. ممكن يحصل مشكله في على مستوى الكرياتينوسايت، بس مش تبقى ايه، مش تبقى سب ابيديرمال يعني ولا ايه؟ ايه يا فندم؟ اللي هي الحته الصغيره اللي هي عبر الغموض، ممكن على اساس ان يبقى صعب اصلا اختراق الاي جي جي للسيل نفسها، فسهل اللبن لسه بحس ان حاجه فراغ سهل. لا لا لا، ما هو بيفيد الانتيجين 1 وفيد الكرياتين بعد كده. لا لا، هو بس الفكره ايه؟ ان هو بيصيب الحته الاكسترا سيلولار. فقال لك خد بالك بقى، مش هو كولاجين ونان كولاجين؟ فقال لك احنا درسناه بالتفصيل بقى، لقينا ان هو ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها دومينز. يعني ايه دومينز؟ يعني اجزاء. هتلاقوه في الورق عندكم، او يعني لما تروحوا من دلوقتي يعني هتلاقيه متخفض كده، حته دارك وحته فاتحه، حته فاتحه وحته فاتحه، حته فاتحه. ايه الغني والفاتح ده؟ تتخيلوا يكون ايه؟ حته كولاجين وحته نان كولاجين. مش احنا قلنا هو كولاجينس ونان كولاجينس؟ فهو بصوا الغامق ده الكولاجين بارتس، طب والفاتح؟ فهما بيتكون من كام حته، من كام حته كولاجين؟ قال لك بيتكون من 15 حته كولاجين، 1 2 3 وهكذا، من فوق لتحت كده 15. حلو كده؟ طب بعد كده جم يعدوا الحته النان كولاجينس. اول واحده كانت مين؟ اللي هي دي البيضه، صح؟ فالحته البيضه دي سموها ايه؟ ان سي 16. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ان سي؟ نان كولاجينس. يبقى دي الحته النان كولاجينس. 16 يعني ايه؟ 15 بقى. اه يبقى دي رقمها 16، لان انا بعد ال 15 كولاجين رحت عدد دي، فدي بقى 16. ايه؟ لان هي فيها مواقع كمان جواها. فانا دلوقتي كبرت حته صغيره، وهقول التارجت انتيجين تحديدا بقى 1 اور 2. طب و2 مش بياخد 2 كور، ده بياخد ايه؟ ان سي. ماشي. الحته دي موجوده فين؟ يقول لك ده جاست بياند السيل ايه؟ او اكسترا سيلولار على طول، او اندرنيس البلازما ميمبرين، صح ولا مش صح؟ او جوكستا ميمبرينس، يعني ايه؟ لازقه في الميمبرين، صح كده؟ متفقين في كده؟ هو يضرب النون كولاجينس ازاي؟ هو اصلا الانتي بودي على الجزء الكولاجين، يضرب ليه النون كولاجينس؟ لا مين قال؟ مش حلو، يضرب البروتين. ايوه البروتين بقى بس مش كولاجين، انت عندك البروتين. يعني النان كولاجينس ده برضه في البروتين، بس مش كولاجين. فين النان كولاجينس؟ هو احنا فوق النان كولاجينس ده، اللي هو بصي عامل زي ايه؟ هو عقد الاصل، حتت حتت الاصل، عقد في عقد كولاجين، وعقد ايه؟ كام عقد كولاجين؟ 15. 15 عقد. فهم بعد ما عدوهم قالوا تعالى نهد بقى النان ايه؟ النان كولاجين. فالنان كولاجين اول واحده عندوها بعدها سموها كام؟ 16. على الاول رقم 16 بس ايه؟ فسموها نان كولاجين. ايه؟ 16. اصلا في نور في الشعر. اهم حاجه ان ال 16. ان سي 16 ايه؟ يعني تحت هو دكتور، هو العصايه كولاجين. خلاص. فالحته دي هنشوف المناظر دلوقتي. يبقى ان سي 16 ماشي. كام شغل دلوقتي؟ مين مش فاهم؟ دعاء يمنى كله تمام؟
الحته اللي بعد فيها 16 14 كده ولا بقى خلاص كانت فهمت؟ عارفين ليه بقى؟ لان في ليفل تاني بعد ده. ايه بقى؟ مين يتوقع؟ ما قلت في كيف يبيعوا؟ دلوقتي انا لما اقول لكم ان في امراض تانية بتصيب البولس بانفجويد انتيجين تايب 2، امراض تانية كتيرة انا قلتها في السيب ده. طب تتوقعوا ايه الفرق بينهم بقى لما هما بيصيبوا نفس الانتيجين؟ يبقى ايه الفرق؟ المكان، يا ترى هو فوق ولا تحت؟ طيب جيت انا بقى غلست اكتر، قلت لكم في واحد تاني بيصيب البولد من فجوه الانتيجين تايب 2 وبيصيب كمان الحته اللي هي ان سي 16 اي برضه بس مش بولد من فجوه، يبقى هيصيب ايه؟ لا لا هو نفسه ان سي 16 اي الحته نفسها. ايه؟ لا قول تاني كده، دي في حته تاني مش خالص. يعني لو في مرض تاني بيصيب بولس بالتوجيه الانتيجين تايب 2 اللي هو العكاز ده صح؟ وبيصيب نفس الحته اللي هي الـ ان سي 16 دي، هيبقى ايه الفرق بينهم؟ ان الحته دي نفسهم وداخل كلام يعني بيقسموها حتت برضه. هي نفسها، لا الايه بس نفسها تتقسم كمان، لان ان شاء الله في شويه مرض هناخده هيصيب نفس المكان بس بدل ما هو فوق شويه يبقى تحت شويه. خليكم بس فاكرين خلاص كده اتفهم. يبقى انا دلوقتي البولس بانفجويد هيصيب 1 و2 بس 2 اكتر، و2 هيصيب الحته اللي هي الاكسترا سيلولار اللي هي تحديدا مين؟ 16 اي خلاص اللي هي مجاوره قوي لمين؟ بلازما ممبرين. ممكن عشان شوية نصب عليها لا هو كمبيوترات كمبيوترات اللي دايما بيعمل كده. التاك كان شغال عليه، هو وصله احيانا كده ما بيرضاش يستجيب لحاجه معينه. او السكشن ما انا خلاص هكتب لك لحد ما ربنا يسكت بقى. امان انت بتنامي؟ لا بتنامي والله. خلاص كده؟ طيب دلوقتي بقى لما افهم الكلام ده كله والبولد بتجويد فين فبيضرب فين بالظبط مش كده يا صلاح؟ يبقى اتوقع بقى في السولت سبريد هيبقى في الروف ولا في الفلور؟ في الروف. في الروف؟ هيروح مع السيف. ده في الروف ده فوق خالص 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 في اول اللبن اللي من فوق وبالتالي هو هيبقى فين؟ في الروف.
هما ليه بحكاية الفلور؟ ما عادتش الفكرة بتاع زمان ان هو وصله كبير فهياخد المساحة دي كلها، لان الانتي بودي مش رايح هو بس كده، ده رايح لحتة فيه والحتة اللي رايح له فوق. يبقى الكلاسيك فايندنج اللي هو ايه؟ فوق. هما ليه تلاقيه تحت بقى؟ او ليه بيبقى تحت اصلا؟ بس طب ليه بقى بيحصل الكلام ده؟ طب ليه بقى الكلام ده بيحصل؟ بيحصل لظاهره غريبه جدا جدا هنشرحها بالتفصيل دلوقتي ونفهمها عشان نطبقها بقى. حاجه اسمها ايبيتوب سبريدنج فينومين. حاجه اسمها ايه؟ ايبيتوب سبريدنج فينومين. يعني ايه بقى ايبيتوب؟ مين عارف يعني ايه ايبيتوب؟ ايبيتوب يعني ايه؟ ايبيتوب يا دعاء بدل دلوقتي احنا لما نجينا حاجه من بره بكتيريا او فيروس او بتاع دي طبعا انتي، بس الانتي بادي ما تطلعش ضد هو نفسه، تطلع ضد البارتكلز فيه صح؟ البارتكلز اللي فيه دي هي دي الانتيجينيك فار، يعني خلاصه صح كده؟ فالايبيتوبس بيسموها ايه؟ يعني لو ده انتجن على بعضه كده هو اصلا في حاجات جواه اسمها ايبيتوبس، هي اللي الانتي بادي بتطلع لها او السلم دي الاميونيتي بتروح لها. فدي بيسموها ايه؟ حتى بيسموها انتيجينيك ديتيرمنت سايت، يعني المواقع اللي في الانتيجين الكبير اللي هي بتعمل ديتيرمنت للانتيجينيسم صح؟ وهي دي هتخط حاجه اسمها انتيجين بريزنتيشن. يعني ايه انتيجين بريزنتيشن؟ بتعمل له بروسيسنج للتي سيل جاهز. هي بتعمل فيه ايه يا شباب؟ دي التي سيل جاهز. يعني كل اللي بتعمله انها بتهضمه وبتطلع مين؟ بتطلع الايبيتوبس. علشان لما تيجي الخليه التي سيل تشتغل جهد على طول على ايه؟ ما تقعدش تشوف الانتيجين كله على بعضه خلاص؟ فهمنا؟ ولا ايه؟ دي ما فهمناش. دي لا عبقريه. كل ده فاهمة كل ده فاهمة الانتيجين ده حاجة بتمثل في الانتيجين. ده حاجة بتمثل في الانتيجين. كله فاهم الحتة دي يعني؟ يعني هو يدخل جوه الانتيجين جوه السلس. جوه ايه؟ السلس. هو ده المستهدف جينيك بارت، هو ده اللي احنا بنروح نشتري بسله صح؟ عشان نطبخها كلها. هل احنا بناخد البسله كلها ولا نطبخها كلها؟ بناخد الحبوب اللي جوه والغلاف. في نوعين من الناس، واحده تروح تشتريها من السوق ده اللي هي كده وتقعد تقشر فيها وتطلع منها حاجه كده صح؟ دي خلت الانجن على بعض ودي خلت الانجن. في واحده بتشتري ايه؟ جاهزه. بتشتري كده جاهزه ومتفصصه وكيس. دي خلت ايه؟ الدوس. والتاني خدت ايه؟ خدت شوية بس. ما انا لسه ما اتكلمتش. يعني خلينا في الابتوب بس دلوقتي. لما خلص الابتوب بتخلي معايا. عرفت الحل؟ فالبسله بسله كده كلها على بعضها ده الانتيجين اللي داخل الجسم الغريب. ايه بقى الحاجه المهمه اللي فيه؟ اللي هي الحقوق اللي جواه حبتين ثلاثه اربعه حسب الحقوق. احنا ممكن ناخد كله على بعضه كده بس لازم اطلع الحاجه اللي فيه مفيده والا مش هاكله كده مش هاكلها كده صح؟ فبنقعد نقشرها كده ونطلع منها. مين اللي بيقشر ويطلع ويعمل كده؟ الانتيجين بريزنتنج سيل. عشان تجيب مين؟ بعد ما تطلع الانتيجين بريزنتنج سيل مين؟ ايه؟ للسيلز اللي هي مش الانتي بادي السيل دي سيل مثلا او الانتي بادي ماشي ايا كان خلاص فهمت؟ ده يعني كل ده ايبيتوب سبريدنج فينومينا. يعني ايه؟ انتشار الايبيتوب. ايه حكايه انتشار الايبيتوب؟ يقول لك ان الانتيجين الواحد زي العكاز اللي شفناه ده مليان ايه؟ اكتر من ايبيتوب. يعني مليان حته نانسي وحته سي وما اعرفش ايه، والحته النانسي لا ده فيها حته هنقولها دلوقتي بتاعت مين وحته بتاعت مين والكلام ده صح؟ اذا حكايه الايبيتوب سبريدنج فينومينا دي معناها حاجتين. اول معنى ان انا عندي اكتر من ايبيتوب في ايه؟ في نفس المنطقه.
في 1 انتيجين. وده يفسر لي ان انا بعد كده هاخد كذا مرض من السته هتسمعوا ان هم التارجت انتيجين بتاعهم دول رايبوفلافيفويد انتيجين تايب 2. هم ليه الفرق ان ده خد هنا وده خد هنا وده خد هنا؟ ده اول معلومه. ايه المعلومه الثانيه؟ قال لك ان المرض احيانا الامراض دي غريبه جدا احيانا في الكورس بتاعها يحصل سبريد. يعني هو كان في الاول ضرب هنا وبعدين يخش يضرب في الجنب. يعني بدل كان ماسك البيتوب الفلاني ياخد كمان البيتوب تاني. صح؟ يخش على البيتوب التاني. الحاجتين دول بيسموهم ايه؟ البيتوب تي سبريدنج ايه؟ فيلم. حلو كده؟ دي بقى اللي بتفسر لي ان انا ليه احيانا الاقيه في الفلور. مع ان هو الاصل يبقى فين؟ فلور. ايه بقى بيقول؟ البيتوب تي سبريدنج فيلم. هو ممكن ليتر اون الانتي بوديز دي اتاك انتيجنز مور ديستنت. بدل كانت فوق تنزل تحت شويه او بيسموها بروكسيمال ديستنت بالنسبه للابيدرمس يعني. صح؟ ليه؟ عشان في ظاهره بتحصل اسمها ابيدوب سبريدنج فيلم. خلاص كده فهمنا؟ مين ما فهمش؟ بس يعني لما جيت خدت الابيدوبس على بعضها كده يعني خدتهم كلهم عملت برزنتيشن هناك يا اكتر من اللي كانت اللي فوق وبعدين راح ما شبعتش يعني مش على واحد تاني. واحد تاني كان عملت برزنتيشن ليه يعني؟ فخلي جديد بقى. فلما يجي يبان في السنسور تسويت سكيل فين؟ في الفلور. هي ضربت فوق وبعدين ضربت تحت. ليه؟ عشان الظاهره اللي اسمها ايه؟ يعني هو لما حصل له سبريدنج انشط مثلا؟ ايه اللي حصل سبريدنج؟ لا الابيتوب ما يحصلش سبريدنج. هو لو القياس ده في مثلا 20 ابيتوب، واحد فوق واحد تحت وكده 20 عقده كده. هو المرض ده كيف انه ياخد العقده رقم 5 مثلا اللي هي فوق، وفي واحد تاني كيف ياخد العقده رقم 20 اللي هي تحت. فهمت كده؟ قال لك احيانا يعني ايه ابيتوب سبريدنج؟ قلنا ليها معنيين، ان الانتجن الواحد فيه اكثر من ابيتوب. صح؟ في اكتر من عقله. وده اللي يفسر ان هو يبقى هو نفس التارجت انتجن في امراض مختلفه. ايه الفرق بين بس المرض ده بيقول لك الكويت انش تايب 2 هتلاقوه موجود في ثلاث امراض كمان. ايه الفرق بين ده وده وبين ده؟ ايه الفرق؟ هو واخد انهي حته؟ واخد انهي عقله؟ واخد انهي هيبوتو؟ صح كده؟ دكتور احنا بنعتبر مثلا ان هو ان سي 16 ايه ده في كذا هيبوتو وكل مرض ياخد هيبوتو؟ او هو من الاول خالص البولد ده تايب 2 في كذا ابتوب من ضمنهم مين؟ يعني هو واحد ابتوب بس ان 16 لا وبعدين 16 متقسم كمان تاني حاجات. فنقضي العقل دي كلها مراحل محطات يعني في واحد بياخد هنا واحد بياخد هنا واحد بياخد هنا. حلو كده؟ احيانا في المرض الواحد البروس بتاع بيبدا بحته ويكمل على تاني. الانتي بودز تحصل ضد ده وبعدين ضد ده وبعدين ضد ده تمشي سيكونش يعني كده ماشي. ف البولنس بين فوكويد اللي هو بيضرب مين؟ بيضرب مين؟ ان سي 16 اللي هي فوق يعتبر اللي هي تعمل روف. احيانا يسرح شويه ياخد حاجات تحت كمان. فلما ياخد حاجات تحت كمان يعمل ايه؟ يعمل في الفلو. مين لسه مش فاكر؟ ممكن ده يعني دي نفس التركيب او الشكل عشان كده هو نفس الالكتروب اصلا بس متوزع في مكان. لا مش نفس الالكتروب، الالكتروب مختلف تماما. لا ده هو الظاهره نفسها ان المرض بيقول لك ايه بعد كده بيطلع انتي بوديز كمان ضد دي. يعني كل يكتب له انتي بوديز خاصه بيه. مين لسه مش فاهم؟ دكتور يعني معنى كده ان احنا في الريسنس في البنفيكس بنفيكويد اللي هو بيقول لك بنفيكويد بتبقى لينير فوق. هو اللي مش تحت صوت سبريت قصدي؟ اه القاعده العامه ان يبقوا فوق. اه يعني مفيش تحت دي ولا الاثنين في تحت الا لو اللي حصل الله ينور عليك عشان كده صح؟ لو حصل الاوتوبيس سبريد ها ليه لسه مش فاهم؟ الله اكبر. بس انا يعني كده بس عشان الناس تشوف زيت في السير خلي عندي ما انا بس انا بس كل اللي اقوله ليه؟ لان الكلمه اللي في الاول هي كلمه صح بس غلط شويه. ليه؟ انت قلت اصل هو بيبقى فوق او تحت علشان مسؤول الانتيجين كبير. لا
هو فعلا ممكن يبقى فوق او تحت. بس تفسير بس عشان هو كبير واخد حته كبيره. لا ده علشان لو حصل حاجه اسمها ايه؟ بس لو حصل لي بيدي كده فوق وتحت مش فوق ولا شاطر. عشان كده انا بقول ايه؟ هتلاقي مكتوب في الورق ايه؟ ان بيبقى في الروف يعني في ايه؟ في الروف يعني اللي هو اللي بيدير الانسايد ده الموست كيس ده الكلاسيك بتاعه لان هو ان سي 16. طب لو حصل كمان الكتوب سبريدنج هيبقى فوق. خلاص كده فهمنا الحته يعني ايه الدوب سبريدنج. طيب دلوقتي كده خلصت الميونوفريسس بكل تفاصيله. لو حصل ورد سبريدنج في مور معنى كده ان هو هيبقى ايمونولوجيكالي بس مور بس العادي المصري. طيب دلوقتي احنا خلاص الحمد لله فهمنا الحكايه دي صح؟ طيب تعالوا بقى احنا كده بعد الميونوفريسس كنا وقفنا لغايه مين كان بيه اخر واحد جاي ولا لا؟ هنبدأ من أول جديد. ده رد سياسي ده. لا أصل أنا فاكرة إن أنا اتسألت شوف الحاجات سألت ماشي هنبدأ خلاص. بعد الإميونوفلوريسس بقى قلنا هنعمل إيه؟ هو اللي فشل الدايجنوز كمان بتاع صح؟ لا. إيه اللي فشل بتاع فلوريد قلنا مثلا يعني ميكانيكال أو سيكلايد أو كده بيسموها نانوميكانيكال. صح صح. الكونفلاس اورجانس فرقوا زي الفيتامين بس من البري كالتشر يعني الايج الايج والفلاكس فلاسيد من الفلاسيد والايج والنتنس هنا ايه الصغير زي ايش كبير من الايج والمورفولوجي ده انت لو بدات لو اتصبت والاميلوكريسس ده اول كان فيه ساعتها ده ليه؟ طيب التريتمنت او قبل التريتمنت البروجنوز ايه رايك في البروجنوز بتاع الكل ده؟ ايوه انا مش يعني ما فيهوش بيوكاس ميمبري اه في اهم حاجه ما فيهوش بيوكاس ميمبري طلع بياكل طالما بياكل بيبقى كويس بيبقى جود شاطر نعالجه ازاي بقى؟ لو جنرالايز خدوا بالكم بقى قال لك الاورال انتيبيوتيك لما بيجي لنا في الناس الكبار السن فعلا ستينات سبعينات علاجه بنكتب ديرمو بيت على طول بنكتب توبيكال هو فقط ليه؟ لانه الحاله كنت بروجنوز انا مش هلعب من حاجه لا هيفقد ولا 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 وهو في الغالب بيبقى لوكالايز فبدي توبيكال استرويد وبيخف امال انا امتى الجا لسيستميك استرويد زي ما هي قالت لو هو اكستنسيف او نون ريسبونسيف لمين؟ فاضطر ازود ايه؟ سيستميك استرويد. معلش لو هو الطبق اللي بحطه على الليستر كده عادي ولا ايه؟ اه الليستر عادي. لا 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 ولا تفتكر اول حاجه. ولا اندر لا لا عادي جدا على فكره الاولى في الفيديوهات ده كلاسيك تايب الكلاسيك تايب بتاع بيجي دايما في الناس كبار في السن بيبقى في الرجلين دايما مش في الصوره دي بيقول بس بوتر توبيكال بوتر دي بقى اللي هي البيتا ميسازون والحاجات دي بنت بقى بيت وبيت وجاب وبيت وجاب والحاجات دي بوتر بس دي بعض افرض ده ما استجابش او كان اكستنسيف هنبدا نبني ايه؟ سيستم. طب مين السيستميك بنفس جرعه المنتجس ولا اقل ولا اكتر؟ اقل كمان. يعني انا في كلتا الاحوال وانا بعالج بورلس من فجوايد ماليش خايف مش قلقان زي ايه؟ يعني لا ده بص يا ما تقوليش واحد اثنين قولي بالنص الاثنين بس الافرج واحد اثنين ده في حالات السنجير قوي نص في حالات المعينه لكن انا ده بما ان هو حاطه هنبدا اوكي دايما بنبدا بالحاجه اللي هي شيل 40 المشهوره دي شيل 40 توتال يعني في اليوم لما اجي اعمل تيبرنج برضه لازم اشوف الكلسترز انها خلاص تقدر تثبت في كل ده كل ده بيتعمل بس بشكل اهدى بكتير من الاثنين لان هو اصلا نادرا على فكره الدنجرز نادرا ما بيعمل سيستم كاستر. الحالات اللي شفتها مرات في اصلا كلها صعبه يعني ما شفتش الحالات في كل الالبوم هو بالتاكيد ايه؟ هو الكلام ده ليه؟ لان لو ان بيشنت يبقى لازم الحاله تكون تستدعي لكن في حاجه هنا جدا تبقى اوت بيشنت على فكره فهو طبعا بالتاكيد هو مش بيحكي ان الحاله ايه؟ اللي بتستدعي اللي هي ما استجابتش او اكستنسيف ماشي؟ طيب دلوقتي انا كده الدرس خلصته بسهوله كده وانتوا قلتوا معظمه في اي مشاكل؟ هزود لكم بس حاجه كده
ان هو مش احنا خدنا زمان في البنكرياس ان في سب تايبس وفي فاريانت وكده. برضو البولر ديجويد ده في منه فاريانت، في منه ايه؟ في فاريانت مثلا في فاريانت مشهور قوي بيسموه ايه؟ لوكالايزد، يعني بيجي في ايد، في رجل، في دراع، حته صغيره كده ماشي؟ وهو بيجي في السن الكبير ولا الصغير قلنا؟ سيبوا الورق، سيبوا الورق. في نوع بقى بيجي في الاطفال ومشهور قوي في الاطفال، عشان كده بيسموه الشايلد هود تايب. في نوع اكتر بيجي في الاطفال ويجي في الاكسترنال جينيتاليا في الاطفال. هو يجي اكتر في الفيميل فنسموه فالفا. الموضوع ده مشهور، تيجي بنت صغيره في الفالفا في تنس بليستا. ليها ديفرنشال دايجنوز كتير، اشهرهم ايه؟ الشايلد هود ايه؟ بيبتوجوي. دي مهمه. لا ده في السكين بتاع الفالفا الليبيا مش كمان اخرج لو جه مشيها يعني. في نوع مهم بيجي في واحده حامل، واحده حامل اسمه ايه بقى؟ هو خدوا بالكم هو اسمه هيربس جيستيشيونس وبنفيجويد جيستيشيونس، كلام كتير كده، بس خدوا بالكم هو ولا اي حاجه، هو عباره عن بولس بنفيجويد بس في واحده حامل بس. فسموه اسم جديد اسمه ايه؟ هيربس جيستيشيونس او بنفيجويد جيستيشيونس او حاجه اسمها جيستيشنال بنفيجويد. اسمها ايه؟ بس. لكن هو ما فيهوش اي حاجه مميزه، هو مجرد ايه بس خلاص ماشي. اماني طيب في حاجه اسمها لايكن بلانس بينفجويد وبولس لايكن بلانس. بصوا انا بالمره هقولها لكم عشان احكي كده ناخد البابلوسكوب، فاشرح لكم التو انتيتيز دول بالتفصيل الممل واكتبوهم ورايا لان هم مشهورين بيسالوا، سمعتوا في الميتنج بيسالوهم وتيجي في الامتحانات الامبريتال. فخلينا بقى نكتب دول مع بعض كده ماشي. امان تروح تغسل وشك والله. بصوا بقى كلنا عارفين في مرض اسمه لايكن بلانس صح؟ ايه المرض اللايكن بلانس ده؟ بيبان شكله ايه؟ فلات توب دي بابيول وبوليجونال ولونها وبيورشيا والكلام ده كله صح كده؟ طيب هو نوع ايه في الـ في الـ في الباثولوجي يعني في الباثولوجي بتاعه ايه؟ هو بابيول سكويمات ديزيز لكن في الباثولوجي مين عارف الباثولوجي بتاعه ايه؟ لا الدرمو بتعمل لانشن فيه ايه؟ ايوه ديجنريشن في هيدروليك ديجنريشن. ايه كمان؟ ولما ننزل تحت شويه حلو قوي. بصوا في اللايكن بلانس، اللايكن بلانس ده الباثولوجي بتاعه بيتكلم كتير كده يعني يهمني بس ايه؟ الدرمو بيدرمو الفانكشن. يبقى في حاجه اسمها ايه؟ هيدروليك ديجنريشن. اسمها ايه؟ وتحت منه في ايه؟ باند لايك انفلتر. الموضوع ده على بعضه بيسموه لايكنويد انفلتر ماشي؟ يبقى كلمة لايكنويد في الباثولوجي المقصود بيها يبقى في باند لايك انفلتر وفي فاكيولار التريشن اسمه هيدروبيك ديجنريشن مش عارف ليكوفاكتيف، ليه اسامي كتيرة في البيزا اللي ايه؟ كراتينوسايت. حلو كده؟ الهيدروبيك ديجنريشن ده بياكل الحتت اللور بتاع مين؟ البيزل ايه؟ كراتينوسايت ولا ايه؟ فبيحصل فيها فاكيوليشن فجوات كده. الفجوات دي عشان كده احيانا بيسموه ايه؟ ليكوفاكتد ديجنريشن كانها نوع ميه تمام؟ فهي مش لغه دلوقتي. قال لك خد بالك هو بيبان على هيئه ايه؟ عبري حلو كده؟ خدوا بالكم افرض الانفلاميشن كان سيفير فالبابيول دي والحتت يا رب الباكيولز دي الباكيولز اللي هي في الترمو اللي هي الباكيولز دي بقى سيفير قوي فهيعمل ايه بقى؟ يعني الباكيول الصغيره مع باكيول صغيره
هتعمل فاكيول كبيره، هتعمل سب ابيديرمال ايه؟ بليستر. فيسموه ايه في الحاله دي؟ بولس لايكن بلانس. يعني اللايكن بلانس بقى ايه؟ بقى بولس. السيفير انفلاميشن ده خلى الباكل ارتيشن سيفير، فالباكل ارتيشن ده ما كانش ده كلينيكالي هيعمل بليستر كبيره في الباب. فهنا بصوا خدوا بالك الميكانيزم بتاعه ايه؟ نان امينولوجي ولا ايه؟ مفيش امينولوجي، مفيش انتي بادي ولا حاجه. البله موجوده فين؟ هتبقى على الليجن نفسه. يعني الليجن نفسه لو كان بابيو وبلاك وكده مره واحده يحصل سيفير فيفصل فيعمل ايه؟ البله اون ايه؟ اون ليجن. صح؟ لما اعمل امينوفريزس يطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يطلع نيجاتيف طبعا. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ لغايه دلوقتي في مشكله؟ ما بتكتبش ليه يا امان؟ ايه؟ انا قصدي المقارنه اكتبوها عشان مش مكتوبه. انا قلت بالمره اشرحها لكم في البابل سكوير، قلت بالمره اشرحها لكم عشان نبقى ايه؟ نستفيد يعني نكسب وقت يعني. كله كاتب؟ يبقى رايكن وتلاقي ليجن او اتنين او خمسه بقى من بول ده طبعا بقى ليه. فبيسموه بول بس تبقى سيفير فتكبر وتلحم في بعض وتعمل تكوين كبيره فتعمل بالاسم. تمام؟ خلاص؟ طيب تعال نشوف حدوته تاني بقى. قال لك افرض بصوا ايه اللي حصل بقى؟ الانفلاميشن السيفير ده هنا بدل ما يخلي البليستر تبقى سيفير عمل ايه؟ عمل موديفيكيشن وتشينج في الاستراكشر بتاع البيزمنت ممبرين. يعني البيزمنت ممبرين بسبب الانفلاماتوري بروسيس شكله اتغير. الاستراكشر بتاعه باظ شويه. فلما الاستراكشر بتاعه باظ بقى ايه؟ انتجينيك. الجسم شاف ان هو ايه؟ حصل له موديفيكيشن بشكل غريب فراح مطلع له ايه؟ الانتي بادي ضد مين؟ البيزمنت ممبرين. فهتروح ضد البيزمنت ممبرين وتعمل ايه؟ ايه؟ وتعمل بولا. بس البولا هنا اسمها ايه؟ معموله ايه بقى؟ المرض ده اسمه ايه بقى؟ مش بولا لايكن بلانس، لا ده بيسموه لايكن بلانس لينفوجول. لايكن بلانس ايه؟ لينفوجول. حلو كده؟ سبب البولا ايه؟ الايمنولوجيكال. يعني المهم انها ايمنولوجيكال. حلو كده؟ طيب البولا هتيجي على الليجن ولا بعيد عن الليجن ولا الاثنين ولا ما تجيش خالص؟ مش ليه ده مالهاش علاقه؟ كان على حسب الانتيجن اختلف الميوتيشن حصل. لا لا هو راحت للبيزمنت ممبرين. ما هو الليجن فيه بيزمنت ممبرين والهيلث سكين فيه بيزمنت ممبرين. هي هتروح لاني واحده ممكن تضرب اي حاجه غلط على فكره. فهي الميزه هنا ايه؟ ان دي رايحه ضد بيزمنت ممبرين. فممكن عند الليجن تروح له وتعمل عليه بولا والليجن وتروح على هيلث سكين بين الليجن وتعمل بولا لان في انتي بودي. لكن هنا كان ليه ليميتد قوي على الليجن ليه؟ عشان هي مش لان اللي عملها الانفلاميشن بتاع الليجن. طب السكين العادي ما فيهوش انفلاميشن يبقى هنا البول هلاقيها اون ليجن ممكن وان بتوين الليجن ممكن وان بتوين الليجن هي اللي هتفرق. صح؟ الهيلث يعني بين الليجن والليجن. ليه ان بتوين الليجن هو اللي يفرق؟ لاني التاني استحاله يجي ان بتوين الليجن، يجي على الليجن بس. فانا ممكن الاقي واحده الليجن واحده الليجن معمول كده وكده عادي. امال ايه اللي يفرق؟ لو لقيت حته بعيده عن الليجن يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه؟ لا ما ممكن يجي حته بعيده وعلى الليجن نفسه بقى. فهماني؟ طب لما اعمل اميون فلوريسنس الاقيه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. خلاص؟ الحاجتين دول مهمين. اصل انا هتلاقوا في الورق في فاريانت اسمه لايكن بلانس بيرفجويدز. ما ده فاريانت من البيرفجويد. سببه ايه؟ ان اللايكن بلانس السيفير انفلاميشن اللي فيه عمل موديفيكيشن للكلام ده كله. يعني انت ممكن تكتبوا الحاجات دي ما تفتحش اللي هو الميكانيزم. يعني هنا تكتبوا ان السيفير انفلاميشن عمل موديفيكيشن للاستراكشر بتاع البيزمنت ممبرين
فخلاها انتيجينيك فطلعت اوتو انتي بادي والكلام ده كله والرص دي كلها. الاستراكشر بتاع بلازما الممبرين اماني انا عايزك معلش قومي تعالي قوم بس والله قومي قومي والله يلا قومي والله يرجعك يا دكتور انا تعبانه. طب ماشي لا مش تعبانه انت غفلتي على فكره قومي اغسلي وشك بس وتعالي والله تعبانه لحد مش هنقول حاجه اللي هتروح بس يعني معلش معلش يا الاء قوميها الاء خديها اغسلها وشها يا الاء اشربي شاي وبعدين ايه؟ قلت اوكي يبقى انتيجينيك فيطلع له انتي بايز. ليه؟ عشان هي ممكن البلازما تبقى في اي مكان؟ اه يعني في انتيجينيك بقول لك اون توب اوف ذا ليجن. يعني ايه بقى يعني يعني البلست يعني الليجن اللي هو الفلات توب ده بقى بيقول تلاقيه طلع كله عليه كده. هو اصلا البلست في ده كان لوبس في الاول محفوظه عليه لوبس ايه بس؟ ما يتقصرش اللايكن هو لازم يبقى فيه لايكن في الاثنين عشان لازم يبقى في لايكن في اللايكن بلازما في الجويد علشان التريجر ويطلع الانتي بوديز وكده. الانتي بودي لما تروح هتضرب اي بزمة ممبرين في الدنيا تضرب بزمة ممبرين بتاع الليجن فتعمل عليه يبقى بلس لايكن بلس يبقى على الليجن وتضرب اي حته في الجلد هيلسي يقول لازم لايكن. لا يا ماما ده لايكن بلازما في الجلد يقول لازم كله كتب هنراجع تاني بس كده والناس تراجع معايا انا كتبته عشان محدش يكون دخل حاجه في حاجه. البولس لايكن بلانس ماشي ولكن بلانس هو لايكن بلانس عادي خالص في سيفير انفلاميشن البولس لايكن بلانس هو لايكن بلانس عادي خالص في سيفير انفلاميشن عند الديرما والديرمال جنكشن خلى السيباريشن بينهم باين فده نون ايمونولوجيكال ميكانيزم البول لما تطلع تطلع على الليجن وبس مش تطلع في حته تاني. امال اللايكن بلانس بين في جويد ده واحد عنده لايكن بلانس الانفلاميشن عمل موديفيكيشن للاستراكشر بتاع البيزمنت ممبرين خلاها انتيجينيك فالجسم طلع لها انتي ايه؟ انتي بوديز. الانتي بوديز هتروح تضرب مين؟ البيزمنت ممبرين في اي حته بقى في الليجن فيطلع البول على الليجن او في اي حته ان بتوين يعني حته هيلسي فيطلع برضه خلاص وده ايمونولوجيكال يعني الاميونوفيرسس فيها يبقى ايه بوزيتيف لكن الثاني الاميونوفيرسس يبقى ايه نيجاتيف خلاص. وبالتالي انا لو لقيت بولا ان بتوين ليجن يبقى ده على طول ايه لايكن بلازماس انفيجوري. اما لو لقيتها على الليجن بس في احتماليه قد تكون بورلس لايكن بلانس وقد تكون لايكن بلانس بينفجر بس راح ضرب البيزمنت ممبرين بتاعت الليجن صح ولا مش صح؟ فده مش هيفرق لي لكن الفكره ان انا الاقي في الهيلث كمان يبقى كده تمام. طب لو ما لقيتش خالص هضطر اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اميونوفلوريسنس لو ما لقيتش خالص لو ما لقيتش في الهيلث سكيل ماشي انا استغربت لقيت حاجه ماشيه على ايد فرانك بينا في الايه بس اتخضيت مين مش فاهم بعد العمر ده كله؟
الاء شيماء شيماء. في حاجه مش فاهمها انت يا بيبقى البولد انفجار الانجن تايب 2 زي الانفجار بمنتهى البساطه. ايه اللي مش فاهمها؟ قولي ما تكسفيش. الموضوع ده مهم. بيسال شفوي وبيجي في امتحانات كده مقارنه في الاخر هما الاثنين بيتعالجوا بيه. على مستوى العلاج انت مش محتاجة بس عشان الغول يعني. بس هو اصل بتاع الاتش سي في ده له كريتيريا كده طبعا لو يكون جنراليزد او اورال بروسي وكده. طب في الاحسن احنا نبدا اللي هو المجموعه الاستيرويدز ولا الاسبرينج؟ لو لايك بالمناسبه انفيكويدز؟ لا اصل ممكن ده يحتاج توبيكال بس انا بقول استيرويد قصدي توبيكال. لا انا اقصد لو وصلنا لمرحله ان احنا عاوزين حاجات في الجزء السيستميك مثلا بشكل كده اولد ايج. بندي الاثنين في الواقع بندي استرويد وبعد كده لو ما استجابش نعمل الاسترويد ايه؟ سيستم. الكومباينيشن ده مش هلجا له هنا لان هو الا لو حدث كبير قوي من الاول. نادرا ما اوصل لفن في البولد طب ما انا كبير وايه خلاص ايه الحاجات المحجوزه. عقم هو فتيل يعني البيشنت مشيت على السرير بس الحاله سقت جدا عشان عملها مشاكل ثانيه. فتخش على حاجه ثانيه. لكن من الاول ايه؟ من الاول. من الاول على المرض مش على السرير بس جت عليهم اصلا الدنيا حصل فيها. طيب دلوقتي كده خلصنا اول واحد وفي اي مشاكل؟ في بس حته عايز اقولها للامانه يعني احنا لما قلنا الديفرنشال دايجنوز بتاع البولد ليمفويد قلنا ايه؟ مانيون بنفيكاس اذر فاميلي جروبس. لكن خدوا بالكم هو كلينيكال بيبدا ازاي؟ ارتكاليا الفيز. ده احنا عندي ارتكاليا الفيز قبل البولدر. فالكلام اللي انا قلته ده الديفرنشال دايجنوز بتاع ايه؟ بتاع البولدر. امال ما انساش بقى لو جالي بدري لسه ارتكاليا الستيج يبقى لازم نفرقه من ايه؟ من ارتكاليا ومن ايه كمان؟ ارتكاليا الفاسكولايتس ها؟ ارتكاليا الدراج ايربشن اي حاجه فيها ارتكاليا يعني لازم نفرقه من الارتكاليا الديرماتوزس بشكل عام. خلاص كده يبقى انا غطيت كل حاجه في هذا ايه في هذا المرض. تعالوا ناخد بقى المرض الثاني هنبدا بمين بقى عشان هو لا عامل كده عدد الفيتامين مش قد. طيب خلاص هناخد 10 دقايق بس اللي يعمل حاجه يشرب بس 10 دقايق بس. لا 10 يعني 5 دقايق.